من قناة مصر التعليمية أحييكم أعزائي طلاب الشهادة الإعدادية وأولى حلقات المراجعة العامة والنهائية لمادة الدراسات الاجتماعية وبرنامج مدرسة على الهواء. قبل ما نبدأ المراجعة النهاردة بنرحب كلنا بالدكتورة إيلاليا عاطف. أهلا بحضرتك دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذ محمود، وأهلا بكل أولادنا وبناتنا والسادة أولياء الأمور اللي بيتابعونا في كل مكان. في الجزء الأول من الحلقة النهاردة يا أولاد هنبتدي بمراجعة الجغرافيا، وطبعا في أسئلة كتيرة جدا جات لنا على صفحة البرنامج هنجاوبها تباعا معاكم، ولكن في نهاية البرنامج دلوقتي هنبتدي بالجغرافيا. ويمكن أصعب درس يا دكتورة بالنسبة للأولاد هو درس الأقاليم المناخية، عايزين حضرتك تلقي لنا الضوء على الأقاليم المناخية باختصار. هو مبدئيا احنا خلينا في فقره ازاي نحل سؤال الخريطه. يعني سؤال الخريطه من ابسط الاسئله اللي بيبقى دايما عليها 4 نقط في الامتحان، بيبقى عليها غالبا درجتين، كل نقطه بتبقى بدرجه. بيبقى دايما في سؤال خاص بتوزيع الظاهرات الطبيعيه، يعني ممكن يقول لك جبل، هضبه، سهول، يعني يبقى في جزء خاص بالتضاريس. الجزء الثاني خاص بالاقاليم المناخيه والنباتيه، فهو برده ممكن يجي لنا اقليم مناخي او اقليم نباتي، وده اللي هنوزعه مع بعض دلوقتي. في كمان جزء خاص بالسلالات البشريه، توزيع السلالات البشريه عليها سؤال في الجزء الخاص بالخريطه بالنسبه لنا. بالاضافه طبعا للدول اللي احنا القينا الضوء عليها زي الدول الجذريه، زي مثلا دول فيها نسبه المستوى سكان اعلى او مستوى الاقتصادي مرتفع، او اهم المدن داخل كل دوله، دي ممكن تجي لنا سؤال في الخريطه. يعني ممكن يا دكتوره يقول لنا مثلا على سبيل المثال اكبر مناطق العالم ازدحام بالسكان ويشاور على جزيره جاوة تحديدا. دي حقيقه، ويقول لنا من اشهر الجزر في العالم او من اكثر الجزر في العالم سكان ازدحاما بالسكان، يبقى انا عارف مكان جزيره جاوة بالظبط فين. او دول منخفضه الرعايه الطبيه او مرتفعه او فائقه، او دي حقيقه. بالنسبه للمستوى الاقتصادي ممكن يشاور مثلا على دول الخليج ويقول لنا الدوله دي من الدول ذات المستوى الاقتصادي نقط. صحيح، دي حقيقة. واحنا اتفقنا مع اولادنا في مدرسة على الهواء ان احنا كل معلومة داخل الخريطة اللي موجودة داخل كتاب المدرسة هي بالنسبة لنا معلومة وممكن نتسأل عليها في الامتحان، سواء الخريطة، سواء الاشكال البيانية، سواء الرسوم التوضيحية، حتى الخرائط اللي موجودة في الجزء الخاص بالتاريخ برضو ممكن يجي عليها سؤال بشكل من الاشكال. فخلينا ناخد كده الجزء الاولاني من الجغرافيا اللي خاص بالتضاريس والاقاليم المناخية والنباتية، بالاضافه لتوزيع القارات والدوائر الحرد وخطوط الطول. لو بدانا كده معانا على الخريطه الصماء اللي قدامنا دي، هلاقي ان انا عندي مثلا هيظلل لي الجزء ده كده ويقول لي 1 هنا، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، ممكن يجي هنا يقول لنا 10 في الجزء في النقطة اللي أنا ظللتها دي، 11، 12، 13، ممكن يجي الجزء ده ويقول لنا 14. ده مبدئيا كده نحاول نفك طلاسم هذه الخريطة. لو قالينا 1 إقليم مناخي، 1 إقليم مناخي يفرق عن إقليم نباتي، وهيفرق في ايه؟ لو قال لي اقليم مناخي تبقى دي الاقليم الاستوائي وشبه الاستوائي، كلامي محدد جدا. لكن لو قال 1 اقليم نباتي، يبقى هنا لازم اكتب بغابات استوائيه. طب واحد قال لي طب ما هي يعني كتبت ده زي ده، لا تفرق، لان هو هنا سال على الاقليم المناخي غير المنطقه النباتيه او الاقليم النباتي اللي بينمو في هذه المنطقه. فدي نقطه مهمه جدا ولادنا لازم ياخدوا بالهم منها بشكل كبير جدا. يبقى اقليم مناخي المقصود به الاقليم المناخي اللي متواجد في المنطقه دي بالزبط. اقليم نباتي سواء حشائش او غابات بالظبط. ممكن دكتور يسهلها اكتر ويقول لنا غابات نقط بالظبط، دي تبقى اسهل جدا، تبقى جايه بشكل مباشر والولاد هيعرفوها. تمام، ده بالنسبه لرقم 1. 2 اقليم مناخي. الاقليم المناخي اللي موجود على هضبه البرازيل ده اسمه الاقليم المداري. طب ده لو كتب اقليم مناخي. طب لو كتب حشائش، أيوة. وقال لي 2 حشائش وسكت، يبقى هنا انا عندي الحشائش اللي بتنمو في هذه المنطقه اسمها حشائش تفعل، يبقى ده بالنسبه لرقم 2. رقم 3 وظلل لي الجزئيه دي كده وقال لي اقليم مناخي لحد اخر قاره. دكتوره زي ما حضرتك بتعلمينا دايما لحد ديل القاره بالظبط. آه. رقم 3 ده انا ما عنديش في المنطقه دي غير اقليم غرب اوروبا، يبقى 3 ده اقليم غرب اوروبا، وباكد عليه في مدرسه على الهواء بشكل كبير جدا. ناخد بالنا يا اولاد ان رقم 3 اللي هي ديل قاره امريكا الجنوبيه ما عنديش فيه غير اقليم واحد بس، وهو الاقليم غرب اوروبا. طيب رقم 4 معانا على الخريطه هو جبال.
يا ترى الجبال الموجودة في رقم 4 دي اسمها جبال ايه؟ هي اعلى سلاسل جبلية في العالم، جبال الهيمالايا. طب يا ترى رقم 5، قال لي اقليم مناخي، يبقى ده الاقليم البارد. تندرا دكتورة. رقم 5 ده الاقليم البارد اللي هو التندرا. تندرا. طيب لو شال رقم 5 وما قالناش اقليم وقال دائرة، يبقى دي دائرة عرض الدائرة القطبية الشمالية. افرض الدكتورة قال لنا هنا سلالة بشرية. برضو سؤال مهم جدا. هنا السلالة المغولية الصفراء. كانوا مستحدثة يا دكتورة. بالظبط بجماعة بقى، لو هنا سأل على جماعة. جماعة ايوه. لو سأل على جماعة يبقى أكثر تحديدا احنا جماعة التانجوس. لكن لو قال سلالة بشرية يبقى المغولية الصفراء. ده بالنسبة لرقم 5. طيب رقم 6 دائرة عرض. يا ترى رقم 6 دائرة عرض اللي بتمر جنوب مصر، دي دائرة عرض مدار السرطان. طيب رقم 7 سألني بشكل غير مباشر، احنا عارفين يا 7 ده اقليم لورانسي. او ممكن يجيب هضبة يا دكتورة. او هضبة ليبرادور. طب لا سألني في الاقليم اللورانسي ولا هضبة ليبرادور وراح قال لي غابات. انا بقى اقعد اعيط. انا اشوف الاقليم المناخي بقى. بالظبط. ادور على الاقليم المناخي اللي بينمو في هذه المنطقه. الاقليم المناخي اللي بيقع في هذه المنطقه اقليم اللورانسي. اللورانسي. طب اللورانسي كانت بتنمو فيه غابات ايه؟ غابات مخروطيه. افرض الدكتوره صعبها شويه علينا معلش يعني، وقال لنا تنمو اشجار نقط في هذا المنطقه، في هذه المنطقه. انا عندي اشجارين صنوبر وشربين. ممكن يجيب الدكتوره سؤال زي كده؟ طبعا ممكن، وارد جدا. بحيث يختبرك يشوفك هل الطالب عارف الاقليم المناخي، هل عارف الاقليم النباتي، هل عارف الاشجار اللي موجوده جوه الاقليم النباتي. صحيح، دي حقيقه. ويبقى هو كده بصراحه تبقى سؤال من اكتر من زاويه علشان يختبر فعلا الطالب ذا المهارات التفكير العالي. تمام. ده بالنسبه لرقم 7. طيب رقم 8 بيسالني على اقليم مناخي. انا عارف ان على ساحل كاليفورنيا ده الاقليم اللي بينمو فيه اسمه اقليم بحر متوسط. طب ممكن ما يسالنيش عن اقليم مناخي، يجي يقول لي غابات. يبقى هنا غابات المعتدل اللي هي بين قوسين كده غابات البحر المتوسط. ده بالنسبه لرقم 8. طب رقم 9 سالني في جماعه، قال لي جماعه نقط. انا بقى مش عارف دي جماعه مش عاوز سلاله، عاوز جماعه. جزء من السلاله. بالظبط. هو عايز جماعه. هنا انا اسال نفسي سؤال، هي المنطقه دي اسمها ايه؟ اسمها الاسكا. ما دام هي اسمها الاسكا تبقى دي جماعه الاسكيمو. ايوه. احنا عارفين ان الاسكيمو بيسكنوا في كندا والاسكا. انما لو قال لنا السلاله يبقى المغوليه الصفراء. بالظبط كده. احنا كده يعني عملنا ايه؟ او جمع للسؤال يعني السؤال الرئيسيه في المكان ده سؤال المغوليه الصفراء. دي حاجة. انما لو قال لك جماعه يبقى جماعه الاسكيمو. بالظبط كده. 10؟ ده بالنسبه لرقم 9. رقم 10 مدينه. انا بقى اقعد ادور، انا ما اخدتش مدن وحرام عليك وبتصعبوا الامتحان. لا، انت اخدت ان في منطقه السواحل الشرقيه دي مناطق تركز سكاني ومن اشهر المدن اللي موجوده هناك مدينه سيدني في استراليا. فبالتالي 10 دي سيدني. ممكن ما يجيبها ليش مدينه، ممكن يجيب لي نهر نقط ونقط جنبها كده، ميري ودارلينج. الصغير ده ميري، اللي شويه بشكل منحني ده دارلينج. في فرق يا دكتور لما يجيب لنا نهر ونهرا. نهرا دي يعني عايز المسنة. يبقى الاثنين. الاثنين. انما لو شاور على الصغير يبقى ميري. لو على النهر الطويل يبقى دارلينج. ولو كتب نهرا وانا كتبت له واحد بس يا استاذ محمود خدت نص الدرجه. طب افرض دكتوره قال لي نهر وكتبت ميري ودارلينج. مفيش مشكله خالص. ما عندناش مشكله. يعني لو انت كطالب مش قادر تعرف الفرق ما بينهم وهو كتب لك نهر واحد فانت كتبت له ميري ودارلينج مفيش مشكله. المصحح هياخد الصح ويسيب الخطا. لكن فكره ان هو يكتب لي نهر وانا اكتب له ميري بس او دارلينج بس، لا هنا مش مقبول خالص يا استاذ محمود. تمام. ده بالنسبه ل10. طيب رقم 11 دوله جزريه. احنا عارفين ان الدوله اللي بتقع على ساحل المحيط الهادي وعلى الشرق استراليا دي اسمها اليابان. يبقى الدوله الجزريه هنا اليابان. ممكن يجيب لنا دولة جزرية وممكن يقول لك من أكبر الجزر، من أكبر الجزر ازدحاما بالسكان. هنا بقى أصبحت جزيرة جاوة. يعني هو هنا مش هيشاور لي على 11 هنا. هو هينزل تحت في جنوب شرق القارة فهتصبح جزيرة جاوة من أكثر مدن العالم أو من أكثر جزر العالم ازدحاما بالسكان. طيب رقم 12 دولة جزرية برضو. احنا عارفين الدولة الجزرية رقم 12 دي ليها مصالح في القارة القطبية الجنوبية. دي بريطانيا. طب لو جه بقى عند الجزيره دي اللي انا عملتها اللي هي بدايه اوروبا يا دكتوره. وراح جايب كده وحاطط خط. وقال لي خط طول. لان احنا خدناه في الموقع الفلكي ان ده بدايه قاره اوروبا من ناحيه الغرب. بالظبط.
انا بقى اول ما يجي لي حاجه زي كده اقول لا ما انا ما حفظتش، ما انت قلت لي ما تحفظيش ارقام، احنا قلنا بتحفظ ارقام مش بتحفظ احداثيات. احداثيات قاره اوروبا بتبدا من خط طول 25 غربا، قربا. فبالتالي خط الطول اللي هو ظله لك في الامتحان ده هو خط طول رقم 25 غربا. هيقول لي هكتب كده في الامتحان؟ اه تكتب كده، ما هو بدايه قاره اوروبا من ناحيه ممكن اسال على الغرب. الجزيره دكتوره؟ اه طبعا جزيره ايسلندا. ايسلندا. اه هم الاولاد مش هتبقى بالنسبه لهم الجزيره فيها مشكله، هي خط المشكله الطول. بالنسبه لهم هتبقى خط الطول، لانه هو مش عارف او ما حفظ او كسل يحفظ خطوط الطول ودوائر العرض في اوروبا او في اي قاره بشكل عام، فبالتالي هتبقى بالنسبه له ازمه. فاحنا هنا في مدرسه على الهوا بنعد اولادنا لاصعب امتحان في الجمهوريه عشان نقول له ان لما يجي خط طول غرب ايسلندا يبقى ده درجته 25 غربا. هنا يا دكتورة حضرتك نوهت على نقطة مهمة جدا جدا، طلبة كتير جدا بيسألونا السؤال ده على صفحة برنامج مدرسة على الهواء. الأرقام يا دكتورة، عاوزين نفرق بين أرقام السكان وأرقام الإحداثيات والتواريخ بتاعة التاريخ. طيب خليني أجيب للولاد كده ورقة فاضية ونشتغل عليها بشكل شوية مهاري. تمام. إحنا معانا ورقة فاضية. لو قلت مثلا 34 ونص و37 ونص، 34 ونص جنوبا و37 ونص شمالا، دي ده قارة رقم ايه؟ مش رقم، ده احداثيات. اه فبالتالي انا عندي مادام انا اتكلمت عن دوائر عرض او خطوط طول، دي ما ايوه اصبحتش ارقام، دي اصبحت حاجه اسمها احداثيات غير قابلة للتبديل والتغيير، بالظبط، ما بتختلفش من سنة للتانية اطلاقا. بعد عشرات السنين ممكن تتزحزح الكرات شويه سنتي اتنين، مش بتختلف، بعد ملايين كمان يا دكتورة. بالظبط. لكن بالنسبه لي انا ده احداثيات. ليه احداثيات يا استاذ محمود؟ لان انا ممكن اجيب سؤال على ده. طب تعالى نشوف كده يا استاذ محمود مع الولاد ايه السؤال اللي ممكن يجي لنا على احداثيات، علشان برضو ولادنا في مدرسه على هو الهواء. الرقم يا دكتورة في حد ذاته مش هيبقى موضوع سؤال، ولكن ممكن الرقم ده يبقى ايه، بيجي استدلال، استدلال، ولكن ليس موضوعا للسؤال. يعني انا ما اقدرش اساله في امتحان اعداديه واقول له تمتد قاره افريقيا بين دائرتي عرض نقط ونقط، انا مش هساله السؤال ده خالص ولا هحطه في مخيلتي، ولو جه يبقى سؤال مباشر وانا مش بحب الحفظ. لكن لو جه سؤال على ده يا استاذ محمود يقول ايه؟ تمتد او جميع دوائر العرض الاتيه تمر في اسيا مثلا. بالظبط، جات على فكرة السؤال ده جاي قبل كده يا دكتورة. تمر في قارة آسيا ما عدا نقط شمالا. أيوه. ويديني اختيارات 80 79 81 83. تمام. أنا لازم أبقى عارف إنه آسيا دي بتمتد بين دائرتي عرض 10 جنوبا و81 شمالا. و81 شمالا. يعني معايا من 10 9 7 8 لحد الاخر. استبعد بقى ايه؟ هستبعد مين؟ 80 معايا، لان انا معايا لحد 81. 79 معانا. 79 معايا. 81 معانا. 81 معايا. مين اللي مش معايا؟ يبقى 83. 83. ده سؤال يجينا بشكل مباشر جدا على الجزء الخاص بخطوط الطول ودوائر العرض. ممكن الدكتور يقول لنا ضع علامة صح او علامة خطأ مع ذكر السبب. معلش نكتب السؤال للدكتور. ضع علامة صح أو علامة خطأ مع ذكر السبب. سؤال علامة. سؤال مع ذكر الصح وغلط مع ذكر السبب، سؤال مركب في صح وغلط يا دكتورة وفي بما تفسر. صحيح. اليابس الأوروبي، اليابس الغربي الأوروبي، اليابس اليابس الغربي الأوروبي، اليابس الغربي الأوروبي أكبر من اليابس الغربي الافريقي. من اليابس الغربي الافريقي. سؤال زي ده يا دكتوره لازم اكون عارف خطوط الطول. صحيح. هي اوروبا في كام جزء الغرب. في الغرب؟ انا عندي في اوروبا من 0 ل 25 25 خط طول في الغرب، يبقى اكتب كده عند اوروبا 25. طيب اليابس الافريقي عندي 17. ايوه، لان انا عندي من 51 17 شرقا ل 17 غربا، فبالتالي الغرب عندي 17. 17. هو السؤال بيقول اليابس الغربي الاوروبي اكبر من اليابس الغربي الافريقي. تمام. العباره صحيحه 100%. ايوه. ليه؟ لان انا عندي فيه 25 خط طول في الغرب. غرب اوروبا، لكن عندي 17 خط طول فقط في غرب افريقيا. هنا العباره طبعا صحيحه 100%. اذا ما اقدرش اجاوب سؤال زي ده يا دكتوره الا لو كنت عارف
خطوط الطول ودوائر العرض بتاعه القارات. بالظبط، تمام، هو اللي عاوزين نوصله للطلبه. دي حقيقه مهم جدا ولادنا يبقوا عارفين. طب احنا ما عندناش وقت بقى يا استاذ محمود يقول لك الاولاد ما حفظوش من اول السنه. احنا من اول السنه في مدرسه على الهوا بناكد على ده، واللي ما لحقش يحفظ يكتبها كده في جدول ويحطها فوق المكتب بتاعه وهو بيذاكر، عشان كل شويه يعني تقع على خطوط الطول ودوائر العرض بتاعه القارات، فبالتالي خلاص هتتحفظ مش هينساها تاني. تمام، طيب نكمل مع حضرتك بقى الخريطه. نروح تاني للخريطه بتاعتنا. احنا كنا وقفنا عند رقم 12، نروح بقى الرقم 13. نرجع للخريطه مره تانيه. طيب نبدا يا دكتوره معلش شويه كده، معدوله كده مظبوطه. طيب احنا عندنا رقم 13 ممكن نحطه في الجزء ده ونقول اقليم. يا ترى الاقليم اللي واخد جزيره مدغشقر ده اسمه الاقليم ايه؟ اسمه الاقليم الموسمي. ده بالنسبه للاقليم رقم ممكن يجيب لنا جزيره دوله جزريه. بالظبط، ممكن دوله جزريه يبقى دي دوله مدغشقر. بالظبط. رقم 14. 14 بحر داخلي مغلق. البحر الداخلي المغلق اللي في قاره اسيا وهو اكبر بحار العالم المغلقه هو بحر قزوين. ده بالنسبه للخريطه. حابب يا استاذ محمود نعلم ولادنا ازاي يستنتجوا اماكن الاقاليم المناخيه والنباتيه على خريطه العالم. خلينا كده نجيب مع ولادنا خريطه صماء ونبدا نشوف مع بعض ازاي ابقى انا كطالب متاكد من الاقليم المناخي بتاعي صح ولا غلط. احنا متفقين مع ولادنا انه خط الاستواء كل الاقليم اللي موجوده على خط الاستواء ده استوائي وشبه استوائي ما عدا المنطقه الشرقيه في افريقيا، ده مناخ مداري حار وجزئيه منه موسميه بتاعتها اثيوبيا. بالظبط. فبالتالي كل ما يظل لي حوالين دائره الاستواء جزر اندونيسيا استوائي وشبه استوائي، حوض نهر الكونغو استوائي وشبه استوائي، حوض نهر الامازون استوائي وشبه استوائي، يبقى انا كده عندي المنطقه دي كلها منطقه استوائيه وشبه استوائيه. طب نفتكر مع بعض خصائصها المناخيه. استوائي وشبه استوائي يعني درجه الحراره مرتفعه طوال العام، امطار غزيره طوال العام. المنطقه دي بتنمو فيها غابات تسمى الغابات الاستوائيه، اشجارها كثيفه ومتشابكه وعريقه اوراقها عريضه، بيعيش فيها حيوانات متسلقه وزواحف وطيور ملونه. يبقى ده بالنسبه للاقليم الاستوائي وشبه الاستوائي. اشجارها يا دكتوره بالمره اشجارها المطاط والمهوجني. تمام. الاقليم ده بيمتد في 20 دائرة عرض، بأكد عليها تاني، يمتد. وبرضه السؤال ده بيجي دايما يا دكتورة في اختيار. بالظبط. يقول لك يمتد الإقليم الاستوائي في حوالي نقط دائرة عرض. صحيح. ويجب برضه دي نقطة مهمة جدا إن احنا نحفظ خطوط الطول أو دوائر العرض بتاعت إيه؟ الأقاليم المناخية. بالظبط. أنا جبت منين 20 دائرة عرض يا أستاذ محمود؟ أنا عندي الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي بيمتد من 0 ل 10 شمالا ومن 0 ل 10 جنوبا. اجمعهم يبقوا 20 دائره عرض. بالظبط كده، يبقى انا عندي 10 في الشمال و10 في الجنوب، يبقى انا الاقليم ده بيمتد في 20 دائره عرض من العالم. طيب ده بالنسبه للاستوائي وشبه الاستوائي. حوالين من الاستوائي وشبه الاستوائي هلاقي الاقليم المداري الحار اللي بنسميه السوداني. يعني شمال وجنوب المنطقه الاستوائيه هلاقي الاقليم اللي بنسميه اقليم مداري. المداري اللي موجود في شمال استراليا وليس اقصى شمال. بالظبط. الاقليم ده موجود في جزء كبير من شمال وجنوب المنطقه الاستوائيه في الامريكات، في امريكا الجنوبيه وفي افريقيا. خصائصه المناخيه يا دكتوره. يتميز هذا الاقليم بارتفاع درجه الحراره، امطار صيفيه، شتاء جاف. الاشجار اللي بتنمو فيه بنسميها اشجار طويله وعاليه وحشائش سافانا، بس اقل من الغابه الاستوائيه كثافه. ودي فيها سؤال هنديه برضو لاولادنا مهارات تفكير عليا يا استاذ محمود. هو بيقل المطر كل ما بعدت عن المنطقه الاستوائيه لحد ما بيصطدم بالاقليم الصحراوي. فبيندر المطر. يبقى بيتدرج الحياه النباتيه في الطول حسب نقط، حسب كميه الامطار. انا بيفضل يتدرج من غابات مداريه لحد ما يوصل لحشائش سافانا، لحد ما خلاص انا وصلت لاقليم استوائي. الاقليم السافانا نفسها يا دكتوره بتتدرج. السافانا بتبدا بسافانا طويله ثم سافانا متوسطه وتنتهي بالقرب من الاقليم الصحراوي سافانا قصيره ثم تنعدم السافانا تماما. دي حقيقه. وبيعيش فيها زي ما احنا عارفين حيوانات اكلت لحوم وحيوانات اكلت عشب اللي بنسميها حديقه حيوان طبيعي. ده بالنسبه للاقليم المداري الحار السوداني. طب لو احنا دورنا على الاقليم الموسمي هو ملوش دوائر عرض.
بالمناسبه الاقليم المداري الحار عشان برضو ما ننساش بيمتد من 10 ل 18 شمالا وجنوبا، يعني عندي 8 و8 بيمتد في 16 دائره عرض، بناكد عليها هو تاني الاقليم المداري الحار يمتد في 16 دائره عرض. طيب الاقليم الموسمي هو ملوش دوائر عرض لكن موجود في بعض الاماكن بشكل كبير جدا، بس لازم يا دكتوره ناكد ان هو موجود من 30 ل 30 برضه. طبعا هو ضمن المنطقه المداريه الحره، لا يمكن خروجه من دائره العرض 30 شمالا و30 جنوبا، ولكن ليس له دوائر محدده. بالظبط. ليه بقى؟ لان هو موجود في اماكن مش بعينها. هو امتى تتوفر الخصائص دي هيتواجد هذا الاقليم. تمام. هنلاقيه مثلا موجود في الهند، شبه جزيره الهند والهند الصينيه. هلاقيه موجود في جزيره مدغشقر، هلاقيه في أقصى شمال استراليا، هلاقيه في الحبشه. يبقى ده الاقليم اللي بنسميه الاقليم الموسمي. الاقليم الموسمي شبهه بالظبط بينه وبين المداري الحار، مفيش اختلاف غير في حاجات بسيطه جدا، عشان كده في الحياه النباتيه فقط، عشان كده دايما بنجيب اوجه تشابه واختلاف. الاقليم الموسمي درجه حرارته مرتفعه، امطاره غزيره صيفا، بحط كلمه غزيره قبل صيفا. الشتاء بتاعه بيكون جاف، بتنمو فيه غابات على نفس اسمه، موسميه، هو اسمه موسمي يبقى غابات موسميه، انما الثاني غابات مداريه. بالظبط. الحشائش حشائش سافانا زيه زي المداريه، متشابه في الحشائش فقط، وده سؤال ما بيخلوش منه امتحان على مستوى الجمهوريه. اوجه تشابه واختلاف بين الاقليم الموسمي والاقليم المداري الحار. ناخد بالنا يا استاذ محمود واحنا بنعمل وجه التشابه والاختلاف، احنا برضو بنحط الموقع الجغرافي والموقع الفلكي ضمن اوجه التشابه والاختلاف. طب هنا دكتوره اوجه التشابه والاختلاف هنعملها في جدول زي المقارنه. بالظبط. بس دايما وجه التشابه كده زي ما علمنا اولادنا في مدرسه على الهوا بيبقى مفتوح، مش بنعمله مقارنه بنقارن، عشان طبعا تشابه، عشان هو هنا ممكن حضرتك تعملي مثال يا دكتوره برضه عشان نعلمهم هنا اولادنا. تمام. تمام. نبدأ. ناخد مثال على التشابه والاختلاف بين الاقليم الاستوائي الاقليم الموسمي والاقليم المداري. تصنيفه الجدول يا دكتوره في وجه التشابه مختلفه شويه عن وجه الاختلاف. بالظبط. هنعمل كده، ادي جدول عادي خالص، هنا وجه المقارنه. تمام. هنا المداري وهنا الموسمي ننزل ورقه سنه صغيره يا دكتوره بعد اذنك. تمام. لما اتكلم عن وجه المقارنه يبقى هنا بكتب وجه التشابه، وهسيب الجزئيه دي مفتوحه. ايوه. مش هسطرها، هعمل كده بقلمي رصاص في الامتحان، طبعا بنستخدم قلمنا الرصاص في المقارنه. جميله يا دكتوره التسطيره دي، هي انسب حاجه للمقارنه يا استاذ محمود في التشابه والاختلاف. تمام. وهنا بقى وجه الاختلاف وهعمل خانتين بقى. هنا بقى رجعت الجدول عادي. اهو في خانه للمداري وخانه للموسمي. طب لو اتكلمنا عن وجه التشابه بيتشابهوا فين؟ بيتشابهوا في المناخ. كلاهما، اكتب كده، كلاهما صيف حار ممطر، حار صيفا، امطاره صيفيه، شتاؤه جاف. ده بالنسبه للمناخ. النبات سافانا فقط يا دكتور التشابه. كلاهما فيهم حشائش السافانا. ايوه. الاختلاف بقى، الاختلاف انا في المداري بنقول عليه بيقع بين دائرتي عرض 8 ل 18 من 10 ل 18 شمالا وجنوبا. من 10 ل 18 شمالا وجنوبا، يعني كده بيقع في 8 دوائر عرض شمالا و8 جنوبا. ده بالنسبه لاول اختلاف. طب الاختلاف الثاني ان بينمو في غابات اقل تشابك وكثافه من الغابه الاستوائيه اللي هي الغابات المداريه، بنسميها الغابات المداريه. ده بالنسبه للغابات. طيب في وجه اختلاف على في وجه تشابه في الاثنين، الاثنين حديقة حيوان طبيعية عشان قوسين سافانا. بالظبط. ده بالنسبة لوجه الاختلاف. أنا عندي كمان بالنسبة للموسمي هلاقيه بيقع بقى، أنا هنا ما أقدرش أحط في الموسمي دوائر عرض. لا، ليس له موقع فلكي. هحط شبه جزيرة الهند، هحط مدغشقر، هحط أقصى شمال أستراليا، هحط اثيوبيا. ده بالنسبه للموقع. طيب انا هنا اتكلمت عن الغابات المداريه، يبقى هنا غابات موسميه. طبعا يعني احنا بنكتب بسرعه يا اولاد شويه، فمعلش سامحونا بقى في الخط، بنحاول نستفيد باكتر وقت ممكن. ده بالنسبه لشكل الجدول اللي ممكن يجي لنا في الامتحان لما يجي لنا
وجه وجه تشابه تشابه واختلاف. واختلاف، دايما خلينا يعني منظمين جدا في اجاباتنا. طبعا انا مش بالقلم والرصاص، احنا في الامتحان هنسطر بالقلم والرصاص، خطنا هيبقى واضح، خطنا جميل، بنكتب بالقلم الازرق بس بنسطر بالرصاص علشان يبقى ورقتنا شكلها لطيف واحنا بنصحح لكم الامتحان. ده كان بالنسبه للاقليم المداري والاقليم طيب الموسمي. نرجع تاني للخريطة بتاعتنا يا دكتورة. نرجع تاني لخريطتنا، ادي الخريطه بتاعتنا استاذنكم نظبطها. ده تمام. بالنسبه للاقليم، احنا عندنا اقليم موجود معانا على الخريطه يا استاذ محمود بس ملوش خصائص مناخيه، صحراوي الصحراوي. طب مكانه فين؟ مكانه شمال السافانا من 8 من 18 ل 30 شمالا بالظبط، وجنوبا. والجنوب هنا، والمنطقه الخاصه بشبه الجزيره العربيه دي كلها، وطبعا الجزء الخاص بالهضبه الغربيه، كل استراليا ده اقليم بنسميه على فكره دكتور صحراوي. بنستخدمها الاقليم الصحراوي ده بنستخدمه في درس توزيع السكان كتير جدا، دي حقيقة. لما يجي يقول لنا مثلا ايه قله السكان في جنوب غرب اسيا او قله السكان في غرب استراليا بسبب سيادة المناخ ظروف. الصحراوي الجاف. ما احنا هنا بقى نستخدمه بقى في السكان. هو ممكن يجي يقول لي ما العلاقة بين توزيع السكان والتضاريس، أو ما العلاقة بين توزيع السكان والمناطق الحرارية المرتفعة أو ذات الحرارة المرتفعة. يبقى هنا برضو بقول بيقل عدد السكان في في المناطق سيادة الحارة، المناطق الحار مثل كذا وكذا وكذا أيوة، شبه الجزيرة العربية أو غرب أستراليا. بالظبط كده، او المنطقه الصحراويه اللي موجوده في شمال افريقيا. ده بالنسبه للاقليم اللي بنسميه الاقليم الصحراوي. ندخل بقى على المعتدلة الدفيئة دكتورة بسرعة كده. احنا المعتدله الدفيئه من 30 لحد 45 شمالا وجنوبا بنقسمها تقسيمه لطيفه كده، شرق وغرب وداخل. احنا هنركز قوي على شرق وغرب هو مقرر علينا. علشان هو ده المقرر علينا. طيب اعرفه منين على الخريطه يا استاذ محمود؟ من بعد دايره 23 اللي هي مدار السرطان. طب مدار السرطان اهو عند 23 ونص، انا هطلع بعديه حوالي 7 أو 6 درجات ونص، يبقى هطلع بعديه حاجه صغيره قوي. شايفين انا عملت ايه على الخريطه؟ حطيت علامه كده فوق، وهاجي عند مدار الجدي هحط علامه برضو زيها تحت. ليه؟ عشان اعرف ان ده من 30 بدايه ل 45. النطاق ده، يبقى بدايه ال 30. طب 45، انا عندي 30 ل 45 حاجه بسيطه قوي، يبقى من هنا لحد هنا. طيب انا عايز بقى احط الاقليم ده على الخريطه، لو انا في شرق القاره يبقى ده صيني، ايوه، لو انا غرب القاره يبقى ده بحر بحر متوسط متوسط. طب نشوف بقى الصيني. متقابلين يا دكتوره. ادي الصين، يبقى مناخ صيني في شرق الصين. شرق الصين. طيب رحت غرب افريقيا، غرب اسيا اللي هي الجزء بتاع بلاد يبقى الشام عكسه، بحر وتركيا، متوسط. يبقى بحر متوسط. لان ده بيقابل ده دلوقتي. صحيح. طب انا ممكن الاقي الشرق الصيني، الصيني الشرقي او الاقليم الصيني في شرق اوروبا؟ لا مش ممكن، لان شرق اوروبا يابس. يابس، فما عنديش مساحه مسطح مائي تعمل لي الاقليم ده. طيب شمال غرب افريقيا، ادي بحر متوسط. طب جنوب اوروبا اوروبا، يبقى بحر برضه بحر متوسط. متوسط. تمام. طب نمشي كده تاني، ادي ماشيين بمسطره اهو يا ولاد، شايفين احنا ما خرجتش بره ال 45. ادي مسطره اهي، مشيت كده كده كده، ادي صيني، قابلت صيني عشان شرق القارات جنوب شرق امريكا الشماليه. بالظبط. طب رحت ساحل كاليفورنيا، الحته الصغننه خالص دي، يبقى مقابل ده، ليه بحر متوسط. بحر متوسط. يبقى انا دايما عارف انه شرق صيني غرب بحر بحر متوسط. متوسط في الجنوب برضه يا دكتور نفس في الحكايه. الجنوب ادي الصيني، شرق استراليا، وغرب استراليا جنوب شرق استراليا، بحر متوسط وجنوب غرب استراليا بحر متوسط. بالظبط. افريقيا الحته الصغيره خالص دي صيني، الحته الصغيره جدا تحت دي في الغرب بحر متوسط. تمام. ده بالنسبه للاقليم ده. امريكا الجنوبيه بقى امريكا الجنوبيه هنلاقي الجزء جنوب ده شرق جنوب صيني. شرق صيني، شيلي، دوله شيلي بحر متوسط. فوق اقليم غرب اوروبا بالظبط يا دكتور، بالظبط. شايفين الديله انا ما جيتش جنب عشان الديل. نفرق بين اقليم غرب اوروبا يا اولاد وبين الاقليم البحر المتوسط. بالظبط. ادي غرب اوروبا تحت، احنا متفقين ان هو ده ايوه. القاره. لا انا مش هروح لغرب اوروبا، انا فوقه عند، عشان انا اخري 45. لو جينا بصينا كده هلاقيني انا ما خرجتش بره العلامه اللي انا معلماها دي. طيب الاقليم الصيني، الاقليم البحر المتوسط دكتور خصائصه المناخيه حار جاف صيفا، دفيء دي ممطر حافظينها من ابتدائي. شتاء، ده ما فيهوش مشكله خالص. بتنمو فيه اشجار دائمه الخضره خضره بنسميها غابات بحر دائمه الخضره، متوسط. اللي هي بحر متوسط، زي اشجار الزيتون، اشجار الارز، دي حاجات كلها تمام. بنسميها. زائد حشائش الاستبس المعتدله. صحيح. في العالم كله اسمها استبس ما ما عدا عدا امريكا الشماليه البراري. اسمها حشائش البراري، عشان ممكن يجي لنا
تطلق على حشائش الاستبس في امريكا الشماليه اسم نقط، اسم نقط، يبقى ده حشائش البراري، فبالتالي انا لازم ابقى عارف انها موجوده في امريكا الشماليه باسم البراري. طيب ده بالنسبه الصيني بقى دكتوره، الصيني، الصيني درجه حرارته مرتفعه، امطاره طوال العام تزداد في فصل الصيف. يعني مرتفعه الحراره، مرتفعه صيفا ومنخفضه شتاء. بالظبط. اه بتصيبه عواصف مدريه اسمها عواصف التيفون، ودي عواصف بتصيب هذا الاقليم فقط لا غير، يعني مش هنلاقي العواصف دي غير في الاقليم ده فقط. ده بالنسبة للإقليم الصيني. برضه الغابات يا دكتورة، غاباته دائمة الخضرة، أشجاره الصفصاف، إحنا دايما كنا بنقول للمدرسة على الهواء صيني يعني صفصاف. صف. ده بالنسبة للإقليم الصيني. فين السؤال يا دكتورة برضه قبل ما نسيب النقطة دي، كان جه في محافظة من المحافظات يتشابه إقليم البحر المتوسط والإقليم الصيني في أن كلاهما يقع وجاب في الاختيارات أشجار دائمة الخضرة. صحيح، العبارة صحيحة، أشجار بالاختيار دائمة، أشجار دائمة الخضرة. الاثنين أشجارهم دائمة الخضرة، لأنه زي ما احنا اتفقنا الأمطار موجودة. طيب ننتقل للأقاليم المعتدلة الباردة من 45 ل 60. كويس إن احنا لسه موجودين عند ال 45 عشان هنقف هنا نكمل عند بقى. 60. نكمل بالظبط. في شمال غرب وشمال شرق. هو الإقليم ده أنا مش هشوفه تقريبا غير في الشمال، يعني بشوية أكتر. يعني الإقليم الصيني كان آخره هنا عند شرق الصين. 45. أنا طلعت هنا عند سهل منشوريا، اصبحت فلورنسي. فلورنسي اللي هو الاقليم المعتدل البارد شرق القاره. شرق القاره. طب ده درجه حرارته ايه؟ ده معتدل شتاء بارد صيفا، لانه اسمه معتدل بارد، يبقى معتدل شتاء، معتدل صيفا بارد شتاء. شتاء. امطاره زي الصيني بالظبط. طول العام تزداد في الصيف. دي حقيقه. اشجاره اشجار مخروطيه. الصنوبر والشربين. حيواناته بنسميها حيوانات فيها دائما ذات الفراء. ذات الفراء. اللي هو زي الدب القطبي. زي الدب القطبي. هشوفه فين الاقليم ده؟ هشوفه في منطقتين في العالم بس، شمال شرق اسيا وشمال شرق امريكا الشماليه. هنا يا دكتوره عاوزين نركز على النقطه دي بتاعت شمال شرق اسيا، لان موجود تحديدا شمال شرق اليابان، في شمال اليابان وشمال شرق الصين وشمال كوريا، لان جت في امتحان من امتحانات الدكتوره برضو بيقول لك يمتد الاقليم، ده علم الصح او خطا، يمتد الاقليم اللورنسي تمام في شمال اليابان. صحيح. لان ايه عاوزين صحيح صحيح جدا، لان احنا لو بصينا اهو ادي شمال اليابان، الجزيره اللي احنا شايفينها جزء صغير خالص شمال اليابان، ما هو قدامها. ايوه كوريا وشمال شرق الصين. كوريا وشمال ادي كوريا وشمال شرق الصين. ادي الجزء ده كله لورانسي. الناحيه الثانيه بقى بنلاقيه في امريكا الشماليه عند هضبه الابرادور كده. ايوه شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. تمام. ده بالنسبه للاقليم ده اللورانسي. مش هيظهر معايا يا استاذ محمود غير في المنطقتين دول فقط لا غير، شوفوا تاني. طيب قدامه بقى غرب اوروبا، اعرف غرب اوروبا منين؟ مسطره، همشي بالمسطره اهو، انا همشي كده هوصل على بريطانيا، الجزر البريطانيه هلاقي غرب اوروبا، الجزء بتاع شمال غرب اوروبا المانيا وفرنسا واسبانيا كل ده غرب اوروبا. طيب هلاقيه فين تاني؟ هلاقيه في ديل امريكا الجنوبيه، في الجنوب، هلاقيه في شمال امريكا الشماليه. شمال غرب امريكا الشماليه مقابل للاقليم اللورنسي اهو بالظبط. أيوة. ادي لورنسي، ادي غرب اوروبا. تمام. طب امريكا الجنوبيه مفيش لورنسي، ليه مفيش لورنسي؟ لانه ديل القاره ده واخد جزء حيز ضيق شويه، حيز ضيق جدا من اليابس، فمش هيظهر معايا لورنسي، في صحاري معتدله في المكان ده. بالظبط. فبالتالي هنا الجزء الاخير ده غرب اوروبا. مش هيظهر عندي غرب اوروبا في افريقيا، ومش هيظهر عندي غرب اوروبا في استراليا، وده ليه سبب، لان ممكن يجي يقول لك بما تفسر، لا يظهر اقليم غرب اوروبا في افريقيا تحديدا، لان افريقيا اخرها 34 ونص يا دكتور. بالظبط، دي حقيقه. لانه الموقع الفلكي لقاره افريقيا امتد حتى دائره عرض 34 ونص جنوبا. وعلشان يظهر اقليم غرب اوروبا انا لازم ابقى واقع في المنطقه من 45 ل 60. فبالتالي انا مش موجود عندي لا في استراليا، لان استراليا من 10 44 ولا افريقيا، لان افريقيا اخرها 34 ونص جنوبا، فبالتالي انا مش هيظهر برضه. سؤال استنتاجي جميل جدا يا دكتوره برضه، احنا خدنا الموقع الفلكي بتاع افريقيا من 34 ونص ل 37 ونص تمام، واخدين دلوقتي ان اللورنسي من 45 ل 60، اذا افريقيا لا توجد في النطاق الفلكي بتاع اللورنسي. بالظبط، ولا لورنسي ولا غرب اوروبا الاثنين، لان هم دي حاجات يا دكتور عاوزه مهارات تفكير عليا فعلا. دي حقيقه. وبعدين احنا اولادنا عندهم 30% من امتحانهم مهارات تفكير عليا. تمام. فبالتالي مفيش حاجه هتجيلنا بشكل مباشر خلاص. احنا لازم نتعود دايما على الفهم وليس الحفظ، علشان اولادنا اللي طالعين النهارده في ثالثه اعدادي هم داخلين معانا السيستم الجديد في اولى ثانوي، فبالتالي لازم ندربهم من الاعداديه ازاي تفكروا وازاي تستنتجوا المعلومه مش تحفظوها. تمام. ده كان بالنسبه للاقليم اللورنسي واقليم غرب
اوروبا. غرب اوروبا دكتوره ما قلناش خصائص المناخيه. خصائص المناخيه بتاعت غرب اوروبا: درجه الحراره منخفضه صيفا وشتاء، دافئ صيفا شويه، امطاره طوال العام، تزداد في فصل الشتاء والخريف وبتنزل على هيئه ثلوج. الاشجار اللي هناك موجوده اسمها اشجار الغابات النفضيه، اي تنفض اوراقها في فصل الشتاء زي الزان، زي اشجار الزان. ده بالنسبه لاقليم غرب اوروبا. اخر اقاليم يا دكتوره، يبقى خدنا درس الاقليم المناخيه كله بصراحه دلوقتي كاملا. الاقاليم البارده يا دكتوره، الاقليم البارد انا عندي بقى من 60 لحد 90. التاندرا فقط. التاندرا، لان الجبلي، لان الجبلي يا دكتوره موجود في كل مكان في العالم، لا يرتبط زي الموسمي، لا يرتبط الجبلي بدواء العرض، لانه موجود على اي قمه جبليه عاليه زي الهيمالايا، زي الانديز، زي الألب في اوروبا. بالظبط. هو ممكن يجي لنا سؤال عليه: ايه العلاقه بين المناخ الجبلي والتضاريس؟ فانا عارف ان المناخ الجبلي مرتبط بالارتفاع، ايوه، فبالتالي بيظهر المناخ حينما يرتفع السطح. تمام، ده بالنسبه للمناخ. طب البارد بقى اللي هو التاندرا من 60 لحد 90. من 60 لحد 90 يعني انا عندي كام دايره عرض في الشمال؟ يعني عندي 30 دايره عرض في الشمال. وعندي كام دايره عرض في الجنوب؟ 30 دايره عرض. يبقى اقليم التاندرا بيمتد في 60 دائره عرض، وده رقم كبير جدا ولادنا ما كانوش متخيلين. وهنا يا دكتوره برضو سؤال مهارات تفكير عليا مهم جدا: لا يظهر الاقليم التاندرا في نصف الكره الجنوبي الا في القاره القطبيه الجنوبيه فقط. بالظبط، لان جنوب العالم يابس، مسطح مائي. الاقليم ده علشان يظهر لازم يكون في على منطقه يابس. من 60 بالظبط، من 60، من 60 كمان. ده بالنسبه للاقليم ده. من 60 ل 90 بنسميه الاقليم التاندرا اللي هو الاقليم البارد. انا دايما اقول للولاد: اعملوا كده كيرف على العالم كانك ماشي ببرجل. ادي كل ده كده، كل ده كده تاندرا. يبقى انا هنا عندي هيظهر في شمال في شمال اسيا، شمال اوروبا، اوروبا، جرينلاند كلها، شمال كندا والاسكا، شمال كندا والاسكا، كل ده اقليم بالاضافه الى القاره القطبيه الجنوبيه. طبعا القاره القطبيه كلها اقليم بارد، لان هي من 60 واحنا نازلين لحد 90. هنا دكتور برضو بيقول لك ايه في الكتاب، بيقول لنا برضو تظهر في بعض جزر محيط القطب الجنوبي التابعه لامريكا الجنوبيه. دي حقيقه، في بعض الجزر الصغيره التابعه لامريكا الجنوبيه بتبقى ظاهر فيها الاقليم ده. صحيح، دي تبقى حقيقة. بس بتبقى ايه؟ من بعد 956. رغم ان ممكن يكون يعني حدود القاره الاداريه 56، بس في بعض الجزر التابعه للقاره يا دكتوره. دي حقيقه، دي حقيقه، فعشان كده بيظهر برضو فيه اكثر بعض جزر محيط القطب الجنوبي. ده بالنسبه للاقاليم المناخيه. الاقليم ده بنسميه الاقليم التاندرا البارد، البروده طوال العام، صيف قصير، بيعيش فيه حيوان زي حيوان الرنه، في طحالب بتنمو فيه اسمها الطحالب، هي نباتات كده بتنمو في فصل الصيف القصير وبعد كده بتختفي في فصل الشتاء. ده بالنسبه للاقاليم المناخيه. اعتقد احنا كده غطيناها بشكل كبير جدا لاولادنا. طيب عايزين يا دكتوره من حضرتك برضو نلقي الضوء برضو على درس السكان سريعا، من حيث نشوف توزيع السهالات في العالم على الخريطه، لان الجزء ده بعض الطلاب بيغفلوه شويه، اللي هو توزيع السهالات الرئيسيه والفرعيه. نشوف الجامعات ونشوف السهالات الرئيسيه برضو مع حضرتك. تمام، نبدا بالسلاله الزنجيه. احنا عارفين انه 70% من قاره افريقيا زنوج، فبالتالي انا عندي كل ده كده لحد اخر القاره زنوج، يعني من اول هنا كل ده كده سلاله زنجيه. السلاله الزنجيه بتميز بالبشره الداكنه، الشعر الاجعد، الشفاه الغليظه، الانف العريضه. هلاقي السلاله الزنجيه ايضا في استراليا، الاستراليين اصليون، دي برضو منطقة سلالة زنجية. هلاقي السلالة الزنجية في بعض الأماكن في الأمريكتين، بس أماكن متفرقة، ودول تعرضوا لهجرات إجبارية. ده بالنسبة للسلالة الزنجية. هنا دكتورة في إفريقيا، قبل ما نسيب إفريقيا حضرتك، الجزء الشمالي من إفريقيا قوقازي والجزء الجنوبي من إفريقيا زنجي. زنجي، عشان يبقى الأمور واضحة بالنسبة لنا، لو جاب لنا شاور لنا على شمال إفريقيا يبقى إيه؟ قوقازي. هو ممكن يعمل حاجه يا استاذ محمود، يشاور كده بسهم يقول السلاله السائده. يبقى لو هو شاور على شمال افريقيا كلها من اول البحر الاحمر لحد المحيط الاطلنطي، يبقى انا خلاص كده ضمن السلاله القوقازيه. قوقازيه، لكن هو لو ظل الجزئيه دي زي ما انا مظللها كده بالازرق وقال لك سلاله، يبقى زنجيه على طول. يبقى على طول انا بغمض عيني دي سلاله زنجيه. ده ممكن يجي عند افريقيا وبالتحديد بقى ويحدد لنا قسم من اقسام السلاله، زي حوض الكونغو، زي حوض الكونغو، يجي يظلل لنا الجزئيه دي كده ويقول لك
جماعة جماعة سكانية تابعة للسلالة الزنجية. بالظبط. يبقى انا هنا لازم احط الاقزام. وعلى فكرة يا دكتورة عشان بعض الطلاب برضو الكلام ده كنا احنا طبعا هنقوله في النص في الاخير من الحلقة التانية، ان توزيع السلالة الزنجية تمام موجود في الكتاب ضمنيا ضمن الشرح. يعني مثلا هو قال لنا في جزئية السلالة النقية ان هناك سلالة قصيرة القامة تسكن في غابات الكونغو في افريقيا تمام، اللي هي الاقزام، ما هو الأقزام سلاله قصيره صحيح. القامه يعني الاقزام، او البوشمان والهيتن توت اللي هم موجودين في جنوب غرب افريقيا لان برضو السلاله دي قصيره القامه. صحيح دي فبيقول لنا حقيقة. الشرح ده ضمنيا في الجزئيه بتاعت السلاله النقيه. ما هي دي بقى الحاجات اللي احنا بنطلعها من كتاب المدرسة بشكل ضمني كده عشان أولاد مدرسة على الهوا يبقوا مركزين قوي فيها، لأنها بتبقى فعلا حقيقي موضوع أسئلة في الامتحان. يبقى هنا لو جاب لنا حوض الكونغو يا دكتوره تبقى الاقزام على طول. على طول يعني دي قسم من سلالة المغولية تبقى اقزام. الأقزام. طب أنا ممكن يجي لي بقى يظلل لي كده على مصر ايوه فعلا ويقول تمام، لي سلالة او القوقاز جماعة كذا أو جماعة كذا أو قسم كذا في قسم السلالة كذا. القوقازية، يعني هو هيقول لي سلالة قوقازية بس قسم نقط. لان هو قال لنا في الشرح ان العرب كلهم قوقازيون. بالظبط من جماعة البحر المتوسط. ايوه يبقى أنا هنا عندي مصر، ليبيا، الجزائر، كل تونس، الدول المغرب، العربية كل شمال أفريقيا مع اغلبهم البحر المتوسط. قوقازيون. دي حقيقة. ده بالنسبة للجزء الخاص بالسلالة القوقازية. طب لو انتقلنا بقى لشبه الجزيرة العربية هنلاقي ان شبه الجزيرة العربية برضه سلالة قوقازية. طب والهند الهند دكتورة برضو بالظبط، في ما عدا جزء صغير من الهند سلالة قبائل الفدا حتة صغننة زنجية. كده جنوب شرق، يعني انا مش عايزة اظللها قوي، اللي هي الحتة اللي انا هسيبها فاضية دي. شايفين النقطة اللي انا سبتها دي؟ هي دي قبائل الفدا ضمن السلالة الزنجية. ده بالنسبة للجزء المنتشر. السلالة القوقازية منتشرة في كل قارات العالم، يعني السلالة الوحيدة التي تنتشر في جميع قارات العالم قوقازية. هي أوروبا كلها القوقازية. دكتورة لو ظللت تبقى قوقازية. بالظبط، ادي اوروبا كل ده قوقازي قوقازي كله. بما فيه طبعا جماعة البحر المتوسط والمجموعة القلبية والنوردية الشمالية. ناخد بالنا برضو من تقسيمتها في اوروبا، في الشمال النوردية الشمالية فنلندا والنرويج والسويد والسويد، دول تبع السلالة النوردية الشمالية. في الوسط والغرب مجموعة قلبية مرتبطة بجبال الألب، الجنوب بتاعها مجموعة البحر المتوسط. يعني هو لو عايز يصعب السؤال قوي ممكن يشاور لنا على بريطانيا بالظبط ويقول لنا جماعة، جماعة نقط التي تتبع السلالة القوقازية، بالظبط يبقى دي اقول هنا حقيقة، القلبية يا دكتورة المجموعة القلبية لأن صحيح، تقريبا ايه هي واخدة وسط غرب والغرب ووسط كله، أوروبا. كل الوسط والغرب. يبقى أنا في الجزء ده كله مجموعة قلبية، تمام. لكن طلعت بقى الجزء بتاع إن عديت البحر البلطي، يعني انا عارف ان هنا في البحر البلطي عديته خلاص، انا وصلت للمجموعه النورديه الشماليه. انا بعتبر الحلقه دي يا دكتوره يعني ايه للطلبه المتفوقين جدا جدا، لان حضرتك بتفصل لنا ادق المعلومات اللي ممكن تكون ايه غايبه عن ذهننا واحنا بنذاكر. ربنا يخليك يا استاذ لا محمود، يعني احنا ايه يعني بنتعلم من حضرتك، حضرتك لا والله صدقني. يعني بص حضرتك انت بتجيب لنا، ويا ريت يا اولاد تسجلوا الحاجات دي لان الحاجات دي موجودة في الشرح ولكن مش موجودة بشكل مباشر، موجودة بشكل غير مباشر بشكل ضمني يا دكتورة. دي حقيقة. هي المشكلة بس لما بتيجي في الامتحان بيبقوا الطلبة الحمد لله مذاكرين وكل حاجة، بس في سؤال ممكن يجي بشكل غير مباشر كده يخليهم يتلخفنوا أو ما يعرفوش يجاوبوا عليه بشكل، مع إنهم مذاكرين كويس جدا. بس إحنا هنا بنأكد على نقطة الامتياز يا أستاذ محمود. ايوه يعني أنا دايما تفوق. أنا بحب ولاد مدرسة على الهواء، بفرح جدا بعد النتيجة ما بتطلع ويبدأوا الولاد ياخدوا سكرين شوت من الدرجات ونلاقي إن الدراسات الاجتماعية كده منورة وجايبة 20 من 20، فدي حاجة بتفرحنا. ده بالنسبة للسلالة القوقازية. طيب المغولية بقى يا دكتورة. المغولية دي ليها قصة تانية خالص بقى يا أستاذ محمود، لأن المغولية موطنها الأصلي آسيا، لكن أنا عندي فيه أقسام للسلالة المغولية بره آسيا، يعني عندي كوريا ومنغوليا ومنشوريا واليابان، كل ده مغولي صفراء. بس في شمال آسيا جماعة التانجوس دي برضو مغولية صفراء، في عندي جماعة الإسكيمو شمال كندا والاسكا. مغولية صفراء، في عندي الهنود الحمر مغولية صفراء. طب الهنود الحمر موجودين فين؟ موجودين في الامريكتين. يبقى انا ممكن الاقي دلوقتي في الاماكن ايه كمان في الامريكتين المنعزله الفقيره، مش في اي زي امريكتين، الجبال والغابات. زي جبال الامازون، زي غابات الامازون وجبال الانديز والاسكا. مثلا الاسكا هنلاقيها جماعه التانجوس، كندا هنلاقيها جماعه التانجوس، سكيمو انا اسفه الاسكيمو،
الجماعه بتوع الجزء الخاص بالهنود الحمر هنلاقيهم في مناطق الغابات والجبال. يعني غابات مثلا زي غابات الامازون، جبال زي جبال الانديز هلاقي فيها هنود حمر. انما لو جاب لنا دكتوره في شمال اسيا يبقى التانجوس على طول، هنا سيبيريا. خلاص دي التانجوس، اربط أيوة. التانجوس بسيبيريا. سيبيريا، سيبيريا فيها انهار اوبو يانسي ولينا. ممكن يجي يقول لنا سؤال بطريقه غير مباشره، يسكن انهار اوبو يانسي ولينا جماعه الاسكيمو ولا التانجوس ولا اختيارات ولا يديني اي اختيار؟ فبالتالي انا لازم اربط التانجوس بسيبيريا. هنا ربطنا التضاريس بالسكان، دي حقيقه. ده بالنسبه للسلاله المغوليه. طبعا السلاله المغوليه واخده كل اسيا، كل ده مغولي صفراء، بما فيه بقى اليابان وفي اندونيسيا واليابان والفلبين وكوريا والصين جاوا، فيما عدا الهند. الهند معظمها قوقازي، الهند كلها قوقازي فيما معنا عدا الشرق. معانا النقطه اللي احنا سايبينها دي، قبائل الفدل الزنجيه. ده بالنسبه ل طبعا بما فيها الهيمالايا وكل الجزء ده كله كده، كل ده مغوليه صفراء. طبعا المغوليه طيب الصفراء. طيب نلقي الضوء يا دكتوره بعد اذن حضرتك على، لو جاب لنا مثلا شاور لنا على دوله في امريكا الجنوبيه وقال لنا اكبر دول امريكا الجنوبيه سكانا. هيجي يعمل لي كده، دي واحد مهمه جدا دي، برازيل وانا طيب. مغمض عيني كده. اكبر دول امريكا الشماليه سكانا وانا مغمض عيني برضو هنا، الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه تمام. لو قال لنا برضو من الجزر التي ترتفع فيها كثافه السكان في الاقيانوسيه، في الاقيانوسيه يبقى سالمون هنا، ونيوزيلندا الشماليه ونيوزيلندا الجنوبيه عشان فيها 11% بالظبط. ده بالنسبه للجزء طيب. ده برضو استكمال لدرس السكان يا دكتوره، هنشاور مثلا، ممكن يشاور لنا مثلا على شمال اوروبا خالص ويقول لنا منطقه ذات كثافه سكانيه نقط. هنا يقصد بيها فنلندا والنرويج. منطقه يبقى ذات كثافه منخفضه، سكانيه منخفضه. منخفضه بما ان خلاص عديت دايره 60 يا استاذ محمود، دايره عرض 60 انا مش هلاقي سكان. دايما بينظروا السكان بعد دوائر العرض البارده شويه، فمن 60 لحد 90 دي منطقه بارده، فبالتالي هينظر فيها السكان. اي حد بقى عايش على المنطقه دي فخلاص انا في قله في عدد السكان. برضو ممكن يشاور لنا على مصر، على الاردن، على الامارات، ويقول لنا دوله ذات رعايه طبيه نقط. بالظبط، مصر اردن امارات تبقى مرتفعه. مرتفعه، وهنا الرعايه الطبيه بنأكد في مدرسه على الهواء ملهاش علاقه بجوده الصحه، بمدى الخدمات المقدمه للشعوب، ولكن خالص عدد الاطباء. عدد الاطباء بالنسبه لعدد السكان هو ده اللي بيقصد بيه الرعايه الصحيه. طيب ممكن يشاور لنا يا دكتوره برضو على دول الخليج العربي، يقول لنا دول ذات دخل اقتصادي نقط. بالظبط، ممكن احنا عارفين دول الخليج العربي دي دول واقعه على الخليج العربي، وعندنا الخليج العربي موضح على الخريطه بتاعه العالم. أيوة. عشان ما حدش يقول لنا طب احنا مش عارفين الخليج العربي فين. لا، الخليج العربي اهو احنا عارفينه من السنه اللي فاتت وموجود عندنا في كتاب المدرسه. طب اي دول بقى على الخليج العربي، كل الدول اللي انا هظللها دي دخل اقتصادي مرتفع، ذات دخل اقتصادي مرتفع. مطالبين يا دكتوره برضو نشوف نحدد دوله نيبال، نيبال والنيجر واثيوبيا بالتقريب كده، دولة منخفضة النيجر في الرعاية الطبية، وادي اثيوبيا. يبقى الثلاث دول دول يا دكتورة منخفضين في الرعاية الطبية، نيبال والنيجر واثيوبيا. نيبال هنلاقيها في شمال الهند، واثيوبيا طبعا احنا عارفين مكانها، والنيجر عند حوض نهر النيجر هنا في الغرب. ممكن يشاور على المكسيك يا دكتورة ويقول لنا دولة من الدول ذات الرعاية ذات المستوى الاقتصادي فوق المتوسط. دي حقيقة، ادي المكسيك ظللناها فوق المتوسط. فوق المتوسط. انما لو شاور على مصر يبقى اقل من المتوسط، مصر والمغرب. احنا والمغرب دي اقل من المتوسط، المكسيك معاها جنوب افريقيا فوق المتوسط معاها تركيا. فبالتالي دي لوحدها، احنا ومصر المغرب الصين تحت اقل من المتوسط. اقل من المتوسط. انما لو شاور لنا على دول زراعيه، احنا مثلا عندنا في افريقيا عندنا زي الكونغو يا دكتوره. الكونغو دي منطقه ذات دخل اقتصادي منخفض لان مرتبطه بالزراعه البدائيه. هنلاقي كمان في مناطق ما كل الدول الزراعيه حتى لو مش مذكوره في الكتاب زي اثيوبيا. اثيوبيا دوله زراعيه 80% من سكانها بيشتغلوا بالزراعه. ممكن يشاور لنا برضو على اثيوبيا. اثيوبيا مش موجوده يعني بطريقه مباشره، ولكن قايل لنا في شرح قوه العمل ان 80% من سكان اثيوبيا بيعملوا بالزراعه، وبالتالي دخلهم الاقتصادي منخفض. هم كمان لازم يبقوا زراعه بدائيه. يعني زراعه، ما احنا عندنا في مصر زراعه، بس هم في الزراعه بدائيه يا استاذ محمود يعني اقل مننا بكتير جدا، فبالتالي هيبقى فعلا. طب الدول الدقيقه يا دكتوره، الدول اللي هي صغيره قوي واللي مكتوب عندنا في المنهج، عاوزين نسال حضرتك السؤال ده مهم جدا. مثلا لو قال لنا مثلا هايتي، هايتي معروفه في امريكا الشماليه، ودي دول ذات دخل اقتصادي اقل متوسط زي مصر. صحيح. هل ممكن يشاور على هايتي يا دكتوره؟ بسيط قوي ليه يا استاذ محمود، صغيره، جزيره صغيره. فمش هتبان على الخريطه قوي، هتبان على الخريطه، فصعب قوي ان انا احط له سهم عليها. لكن هو ممكن يجي لنا بشكل مثلا عند سهل لمبريديا في شمال ايطاليا،
ويقول لنا منطقة التركز السكاني، ويطلب مني ان انا اوضح له ان دي سهل الامبريديا. طب الولاد قالوا لنا طب ايه ده، ما احنا ما خدناش ده، سهل الأوروبي العظيم، هو سهل الامبريديا هو جزء من سهل سهل الاوروبي الأوروبي العظيم، العظيم. بس هو موضح في المناطق اللي بتتسم بارتفاع الكثافه السكانيه داخل كتاب المدرسه. فبالتالي انا شمال ايطاليا عارفين كلنا فرده البوت بتاعت ايطاليا اللي احنا دايما بس لو نقولها، كتبت السهل الأوروبي العظيم يا دكتورة تمشي؟ ما تمشيش قوي يا استاذ على محمود، أساس مش مكتوبة على اساس انه في الشرح. هي الشرح مش مكتوبه، بس هي جوه خريطة. الكتاب في الجزء الخاص بارتفاع الكثافه السكانيه في اوروبا. فانا عندي فين سهل الامبريديا؟ عندي شمال في إيطاليا. شمال ايطاليا هنا كده بالظبط. فده خد بالنا قوي يا اولاد، انا عايزاكم كمان واحنا بعد الحلقه دي تفتحوا الكتاب وتبصوا على سهل الامبريديا عشان هو موضع سؤال السنه دي بشكل غير مباشر. طيب هنا يا دكتوره احنا تناولنا درس السكان، تناولنا درس التضاريس، تناولنا درس الأخير. يعتبر احنا حضرتك بصراحه يعني لميت لنا الجغرافيا في ساعه واحده. عايزين من حضرتك قبل ما نبدا في التاريخ تقولي لنا نعمل ايه في الجغرافيا في الكام يوم الباقيين على الامتحان؟ نحل امتحانات خلاص، احنا مش هنعمل حاجه خالص غير ان احنا نحل امتحانات فقط لا غير. انا مش عايزه بقى الاولاد يتوتروا، ومش عايزه اعصابنا تتعب ونمسك الكتاب من اول وجديد. احنا خلاص الموضوع الكتاب انتهى من الحصه اللي فاتت واللي قبلها زي ما اتفقنا. احنا هناخد الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت زائد امتحانات كتاب الوزاره ونبدا نخلصها. الجزئيه بس اللي هتقف قدامنا او اللي احنا حاسين احنا مش هاضمنها قوي هي دي بس اللي هنرجع لها في كتاب المدرسه علشان نذاكرها بشكل بالورق والقلم. مهم جدا اولياء الامور اللي بيسمعوني اكدوا على اولادهم مفيش مذاكره شفوي، انا مش بجيب الكتاب واقعد اسمع، لانه احنا زي ما شفتوا كده احنا منهجنا مش هيجي بشكل مباشر، فبالتالي انا عايز الولد يكتب حاجات علشان استنتاجية كلها. بالظبط. وايدي تاخد على الكتابه بقى يا استاذ محمود، عشان احنا تقريبا معظم الاسئله بتاعتنا فيها مقالي، فبالتالي انا عايز الطالب يكتب كتير. فيا ريت كده ماما في البيت نعمل ايه، نجيب كراسه كده ورق فلوسكاب وندبسه ونخلي ولادنا يقعدوا قدام امتحان حقيقي، نجيب امتحانات السنين السابقه ونحسب كده بالوقت هو ابني بياخد قد ايه في حل الامتحان ده، طب بياخد اكتر في الجغرافيا ولا التاريخ؟ طب لو لقيته بيحل في الجغرافيا بشكل سريع جدا وصح مفيش حاجه غلط، والتاريخ شويه الدنيا واقعه مننا في الوحده الاخيره، هي دي اللي ركز عليها نركز عليها شوية. وهي دي اللي اذاكر فيها وهي دي اللي اديها وقت للمذاكره. ممكن يا دكتور نستخدم كتاب المدرسة اللي فيه خريطة، خريطة العالم السياسية موجودة في كتاب المدرسة في البداية، ممكن من خلال الخريطة دي نفتح ونشوف الدول المقررة علينا في الرعاية المرتفعة والمنخفضة، بحيث ان ده يبقى يعني مصدر ان الطالب يعرف منه موقع الدول، علشان لو جات لنا اي دوله ولو حتى صغيره خالص يبقى الطالب عارف فين موقع الدوله دي من خلال صحيح الخريطه يا اولاد اللي موجوده في بدايه الكتاب المدرسه، في خريطه ملونه جميله جدا جدا هي خريطه العالم، نستعين بيها في تحديد الدول اللي هي موجوده عندنا في السكان بالذات، لان السكان يا دكتوره يمكن ذكر لنا دول كتير جدا جدا، سواء في التركيب العمري، سواء في المستوى الاقتصادي، في صحيح المستوى التعليمي. صحيح دي حقيقة. واحنا زي ما قلنا كده كده المدرسة بالنسبة لنا كنز، يعني ان شاء الله مش هيخرج منه كتاب الامتحان بإذن الله، يعني امتحان آخر السنة. تمام، عند حضرتك أي حاجات مهمة تانية عاوزة تقولها لنا في جزء الجغرافيا قبل ما نبدأ في مراجعة التاريخ يا دكتورة؟ مبدئيا كده احنا يعني غطينا جزء كبير جدا من الجغرافيا، ولسه هيبقى عندنا كمان مراجعة ليلة الامتحان هنغطي فيها جزء أكبر وهيبقى معانا أسئلة كتير. خلينا ندخل على الجزء الخاص بالتاريخ وندي ولادنا كده لمحات تاريخية على أهم النقاط اللي ممكن تجينا فيها سؤال في الامتحان. أول حاجة في التاريخ يا دكتورة عايزين نستوضحها مع حضرتك، اللي هو عاوزين نعرف الفرق بين 3 إنذارات موجودين عندنا في المنهج، بس هنشوفهم بعد الفاصل. اهلا بكم اعزائي الطلاب بعد هذا الفاصل، ونكمل معكم مع الدكتوره ايلاريا مراجعه التاريخ. وكنا قلنا قبل الفاصل هناك 3 إنذارات في المنهج يا دكتوره، عندنا الانذار البريطاني عام 1882، والانذار البريطاني عام 1924، والانذار البريطاني عام 1942. عاوزين نعرف من حضرتك صحيح الفرق بين الانذارات الثلاثه. خلينا نحطهم قدامنا كده 1882 ايوه و1924 و1942. تمام، 3 إنذارات يا دكتورة دول. ال3 إنذارات دول كان مصدرهم واحد، يعني اللي أصدرت الإنذارات دي كانت بريطانيا. تمام. بريطانيا أصدرت إنذار 1882 و1924 و1942.
طب بس ده لمين؟ في 1882 كان لأحمد عرابي علشان يسلم القلاع وراغب والحصون. باشا بالظبط، وراغب باشا اللي هو رئيس الوزراء، عشان يسلم القلاع والحصون اللي كانت موجودة في الإسكندرية، وادانا مهلة 24 ساعة للتوقف عن تحصين مدينة الإسكندرية، وإلا ضربنا سنضرب الإسكندرية القنابل. بالنار. بالتالي كان الكلام ده كان يوم 10 يوليو عام 1882، 11 يوليو 1882 كان ضرب مدينة الإسكندرية. يبقى دي اول انذار يا دكتوره. هنقول وجه هذا الانذار من قائد الاسطول البريطاني، طبعا اسمه مش علينا السنه دي، تمام، لحكومه اسماعيل راغب باشا واحمد عرابي كوزير الحربيه والبحريه، وطلبوا بتسليم بعض المدافع المنصوبه على الحصون، والا سيتم ضرب اسكندريه بعد 24 ساعه نتيجه الانذار ده. احتلال المدينه الاسكندريه، احتلال اسكندريه ثم احتلال مصر. بالظبط، دي حقيقه. الانذار الثاني بقى، الانذار الثاني كان برضو اصدرته بريطانيا، بس المره دي لسعد باشا زغلول رئيس الوزراء برضو، ايضا رئيس الوزراء المصري. ليه سعد زغلول؟ لانه في الوقت ده اتقتل السير لستيك قائد عام الجيش الانجليزي في مصر، وكانت بتصدر انجلترا انذار شديد اللهجه للحكومه المصريه، وهي ان تنسحب القوات المصريه من السودان، يعني سحب الجيش المصري من السودان. طبعا سعد زغلول رفض الانذار ده، فبالتالي قدم استقالته، واللي جه بعديه زيور باشا نفذ الانذار ده، فبالتالي كده نجحت بريطانيا في تنفيذ او تهديدها للحكومه المصريه. يبقى نقول ترتب على هذا الانذار البريطاني استقاله وزاره سعد زغلول. صحيح، وتعيين زيور باشا اللي استجاب نفذ لمطالب الانجليز. او استجاب لمطالب الانجليز. طيب، انذار 1942 4 فبراير تحديدا. الانذار ده بقى فيه احداث واسباب ونتائج وزيف وحاجات كده كتير يا استاذ محمود. الانذار ده اصدرته انجلترا، بس المره دي للملك فاروق. ايوه، مش الوزاره بقى. لا خالص، الملك فاروق باعتباره هو الحاكم الشرعي لمصر. الانذار ده اولا اصدر زيف معاهده 36، يعني اكد ان المعاهده دي معاهده زائفة. مزيفه. الانذار ده اثبت ان مصر دوله غير مستقره او غير مستقله. الانذار ده كان تدخل شديد في الشان الداخلي المصري. طب ايه اللي حصل في الانذار ده؟ في الانذار ده مصر كانت برضه، عشان نعيد مع اولادنا فكره الانذار ده اصلا جت ليه؟ لان مصر كانت رافضه دخولها في مع انجلترا كحليف الحرب العالميه الثانيه، تجنبا لويلات الحروب. فكانت الحكومه القائمه حكومه رافضه دخول مصر في الحرب العالميه الثانيه. في الانذار ده حوطت الدبابات البريطانيه مبنى قصر عابدين، وطلبت من الملك الفاروق عزل الوزاره القائمه وتعيين وزاره جديده برئاسه مصطفى باشا النحاس. على اساس ان مصطفى النحاس هو اللي وقع على معاهده 36 فهينفذ المطالب الانجليزيه. بالظبط، كانوا متخيلين ان هو هينفذ وانجلترا هتبقى حليفه تاني لمصر والقصه دي. كانت النتيجه انه طبعا استجاب القصر للمطالب وعزل الوزاره القائمه وشكل وزاره جديده رئاسه مصطفى باشا النحاس. طيب ماذا كان يحدث اذا لم يستجيب الملك فاروق لانذار بريطانيا؟ كان سيتم عزل الملك من العرش. بالظبط، دي حقيقه. دي الثلاث انذارات اللي صدرت من جانب بريطانيا للحكومه المصريه، سواء في صوره وزاره او في صوره القصر اللي هو الملك فاروق. طيب عندنا برضه دكتوره حاجات متشابهه في المنهج، مثلا يقول لنا عندنا وزارتين، وزاره تسمى او اطلق عليها وزاره الثوره، ووزاره اخرى اطلق عليها وزاره الشعب. صحيح. عايزين نشوف وزاره الثوره دي برئاسه مين، ووزاره الشعب دي برئاسه مين، وليه سميناها الاسمين دول. وزارة الثورة كانت برئاسة محمود سامي البارودي. أيوة. وسميناها وزارة الثورة لأنها حققت مطالب الثورة العربية. وجت عقب الثورة العربية. وجت عقب الثورة العربية مباشرة. لكن وزارة الشعب دي كانت وزارة برئاسة سعد باشا زغلول، وسميت بوزارة الشعب لأنه الشعب اختار سعد زغلول. بناء على انتخابات برلمانية. ودي أول انتخابات برلمانية خالصة بتشكيل وزاري مصري خالص. ده الفرق بين الوزارتين. يبقى وزارة الشعب دي وزارة محمود، وزارة الثورة محمود سامي البارودي. سامي. فبراير 1882 تحديدا. البارودي 1882. أيوة. وزارة الشعب سعد باشا زغلول. 1924 يناير. يناير 24. تمام. الوزارتين على فكرة اتعزلوا. يعني استقال. او استقالوا. وزارة الشعب استقالت بعد الانذار اللي لسه قايلينها دي يا دكتور. اما وزارة الثورة فاستقالت بعد المذكرة المشتركة الثانية. أيوة. اللي كانت بتنص على عزل البارودي وابعاد احمد عرابي خارج البلاد. لو جالنا نصة المذكرة المشتركة الثانية على عزل البارودي وعزل احمد عرابي. عزل وعزل، لا، هي عزل البارودي وابعاد احمد عرابي. لو جات لنا ابعاد البارودي وابعاد احمد عرابي برضو غلط، لانها نصت على عزل مش ابعاد. ولو احنا رجعنا للنص الاصلي يا دكتوره للمذكره،
ابعاد عرابي خارج مصر، ابعاد علي فهمي وعبد الله الحلم الى الارياف، وطبعا اقاله وزاره إقالة. البارود. ده في مصر الاصلي، يمكن مش صحيح. مقرر على اولادنا، بس لو جاب لنا زي ما حضرتك قلتي اقاله او ابعاد البارودي وعرابي خارج مصر، في الحاله دي بنعتبر اجابه غلط، لان هو ما طلع المذكره لم تطالب بابعاد البارودي خارج مصر ولكن باقاله البارودي، دي حقيقة. لانها جت في محافظه من محافظات الدكتوره، وبعض الطلبه كانوا بيسالوا عن الجزئيه دي بالذات. لا احنا وضحناها هو عشان يبقوا اولادنا برضو عارفين ان نتائج المذكره المشتركه ان هي كانت ابعاد احمد عرابي وعزل وزاره البارودي او اقاله وزاره البارودي، كلاهما صح. دي بالنسبة لنقطتين مهمين في المنهج اللي هم وزارة الثورة ووزارة الشعب. الوحدة الرابعة يا دكتورة بتمثل أزمة بالنسبة لبعض الطلاب. تمام، تيجي نراجعها سوا كده يا استاذ محمود. احنا سريعا كده. الوحده الرابعه بتتكلم من اول خلفاء محمد علي، لا هناخدها من اول الخلفاء علشان برضو ولادنا يبقوا درس الخلفاء بالنسبه لهم. نشوف الحاجات البارزة قوي يا دكتورة اللي دايما بتبقى موضع أسئلة امتحان. دي حقيقه. احنا عارفين ان خلفاء محمد علي جم بعد وفاه محمد علي في 1848. عندنا ابراهيم باشا ما كانش ليه اي اعمال لانه تولى عده اشهر. بعديه عباس باشا الاول من 1848 ل 1854. احنا ليه بنقول التواريخ في المدرسة على الهوا؟ لان انا ممكن اجي اسأله سؤال، من هو حكم مصر في الفترة من 1848 ل 1854؟ هنا في سؤال يا دكتور مهم جدا جدا. اللائحة الأساسية التي صدرت عام 1882 فبراير، تمام، واللائحة الأساسية التي صدرت 1800، يعني هو يقصد هنا في السؤال ده يا دكتور عشان بعض الطلبة سألت عليه، الدستور اللي اتعمل أيام شريف باشا والدستور اللي اتعمل أيام البارودي، الدستور اللي اتعمل في بس ايام كان اسمها اللائحة الأساسية. اللائحه الاساسيه للدستور اللي اتعمل 81 و 82. 81 دي لم تلقى اي تأييد من الشعب ولا مجلس شورى النواب، لان نصت على عدم مناقشه الميزانيه في مجلس النواب. فعشان ايوه كده الموقف الشعب من اللائحه الاساسيه للدستور كان رافضها الشعب تماما، وده اللي كان سبب في وجود المذكره المشتركه الاولى. الاولى تمام. فبالتالي قدم شريف باشا استقالته. لكن اللائحه الاساسيه للدستور اللي هو اللي اتعمل عليه وتشكل عليه برلمان 82 فبراير 82، دي وافق الشعب المصري عليها لانه جعل من حق الشعب مناقشه الميزانيه. فبالتالي انا هنا عندي لائحه اللي هي الاساسيه الأساسية للدستور 81. 81. يبقى 81 يا دكتورة دي هذه اللائحة الأساسية، تمام، أصدرتها وزارة محمد شريف باشا، تمام، وكانت تنص على عدم أحقية مجلس النواب في مناقشة الميزانية. بالظبط. اللائحة الأساسية 1882 أصدرتها وزارة البارودي، وكانت تنص على أحقية مجلس النواب في مناقشة الميزانية مع مسؤولية الوزارة أمام مجلس النواب. احنا ممكن نجيب سؤال بقى يا استاذ محمود، يجي يقول لك قارن بين الاثنين من حيث موقف الشعب تجاه اللائحه في 81 و82 الشعب، ولا ممكن يقول لك مجلس النواب؟ او المجلس النواب، ما هو الشعب جزء من مجلس النواب. تمام، ممثل عن الشعب. بالظبط. فبالتالي انا ممكن اعرف هنا ردود افعال المجلس، عايزه اقارن من حيث ردود الافعال. في 81 المجلس النواب رفض لانه شريف باشا كان راح حرم او منع مجلس النواب من مناقشه الميزانيه. لكن في محمود سامي البارودي لا، منح مجلس النواب حق مناقشه الميزانيه. فبالتالي هنا موقف مجلس الشعب اختلف من 81 ل 82. على فكره يا دكتوره دي من الجزئيات المختفيه شويه بالنسبه للطلبه. الطالب يقعد يفكر يقول لك ايه اللائحه الاساسيه دي، لان هو اللفظ ده جه بالتحديد في في ثلاث حاجات. في ثلاث حاجات. صحيح. يعني مثلا جه في محمد علي لما قال لك محمد اللائحه علي الاساسيه. اقام او اصدر لائحه جديده، هذه صحيح. اللائحه اعادت تنظيم الدواوين الى 7 دواوين، تمام، احنا وحدد بنسميها لائحه اختصاصها. 37. واللائحه الاساسيه اللي صدرت في عهد شريف باشا، واللائحه الاساسيه اللي صدرت في عهد مين؟ البارودي، تمام؟ صحيح. وكمان اللائحه الاساسيه التي رفضها الخديوي توفيق في بدايه حكمه. صحيح، دي حقيقه. كل ده كان اسمه اللائحه الاساسيه، امتى بقى اسمه دستور بقى؟ لما بقينا دوله حره مستقله ذات سياده. دستور الف ما النقطه دي بقى هي اللي اسالك عليها دلوقتي يا دكتوره، وهو الفرق بين دستور 1923 ودستور 1930. دي حقيقة. مهمه جدا دي. احنا عندنا دستورين مهمين جدا والاثنين كانوا في عهد الاستقلال. عشان جالنا سؤال من ضمن الاسئله اللي الاولاد سالونا فيها في مدرسه على الهواء على الجروب، بيقول لنا هي مصر حصلت على استقلالها امتى؟ طبقا ل 1920 ولا 22 ولا 36 ولا حاجه كده، يعني كان في اختيارات. مصر حصلت على استقلالها طبقا لاصدار 28 تصريح 28 فبراير 22. انا كده خلاص اخدت استقلالي لانه اعترفت بريطانيا بان مصر دوله حره مستقله ذات سياده. فبالتالي كده انا دوله حره مستقله ذات سياده، يبقى يعني انا من حقي اعمل دستور.
انا كنت من حقي قبل كده اعمل دستور، لا انا كنت بصدر لائحه اساسيه للدستور، لكن انا امتى بقيت بعمل دستور وبيدعى الشعب لمناقشه هذا الدستور؟ بعد الاستقلال، يعني بعد 1922. طب لو جينا بقى عملنا المقارنه بين دستور 1923 ودستور 1930، هناخد المقارنه هنا استاذ محمود كمان من وجهه نظر الشعب، يعني هنعرف موقف الشعب من كلا الدستورين، يعني هناخد وجه نقدا لدستور 23 ودستور 30 وهنشوف موقف الشعب المصري من كلاهما. يعني لو جينا كده بصينا على دستور 23 هنلاقي فيه مميزات وعيوب. المميزات انه وضع نهايه للحكم المطلق. مميزات دستور 23 ايه؟ وضع نهايه للحكم المطلق، للحكم المطلق، اكد على الحريات، اكد على الحريات، المساواه، ومبدا المساواه، تمام. الامه هي مصدر السلطه، ده بالنسبه للمميزات. طب العيوب بقى؟ قال لك عد. واحد، اعطى الملك سلطات واسعه تشريعيه وتنفيذيه، ازاء السلطتين. ناخد بالنا بقى من ازاء السلطتين دول، تشريعيه وتنفيذيه. يعني خلى من حق مجلس النواب، من حق الملك حل البرلمان، يحل البرلمان ويدعوه الصبح تاني للانعقاد او للانتخاب. ده بالنسبه وده يا دكتوره عيب، ممكن يقول لنا ما رايك؟ ده عيب شديد جدا في الدستور ده، دي حقيقه، ان الملك من حقه ان هو يحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديده، المفروض العكس بالظبط. المفروض ان البرلمان هو اللي بيحل الحاكم. يعني ده بالنسبة للدستور 23. موقف الشعب ايه من دستور 23؟ رحب الشعب المصري جدا لانه زي ما قلنا اقر مبدأ المساواة واحترم الحقوق، هي مصدر السلطة بالظبط. فده بالنسبة للدستور 23. طب دستور مين اللي عمل دستور 23؟ اسماعيل ثروت، عبد الخالق باشا ثروت. أيوة. ده مهم جدا. مين اللي دعا لعقد او اللجنة اللي عملت دستور 23؟ عبد الخالق ثروت باشا. عبد الخالق باشا ثروت، ده بالنسبة للدستور 23. دستور 30 اتعمل في حكومة اسماعيل باشا صدقي. فبالتالي انا كده دستور 30 مختلف بس في عهد نفس الملك، ايوه، احمد فؤاد الاول. ناخد بالنا دستور 30 ملوش مميزات، الحمد لله ما لناش ليه مميزات لانه الشعب المصري اصلا رفضه، لكن عيوبه ايه؟ اعطى الملك سلطات واسعه واهدر حقوق الامه، الحقوق والحريات. فبالتالي اعطى الملك سلطات واسعه زائد انه اهدر الحقوق والحريات، واحنا كنا كشعب عرفنا بقى معنى الحريه والديمقراطيه وبقى عندنا مجلس نواب وعندنا حكومه مصريه. ففكره ان الرؤيه بالنسبه لنا كانت واضحه جدا في 30، عشان كده لما الشعب المصري رفض دستور 30 الملك احمد فؤاد الاول اعاد دستور 23 مره ثانيه للحياه. وممكن يا دكتوره بطريقه غير مباشره يقول لنا في عهد من تم اصدار الدستورين، دي حقيقه. ولما يقول لنا في عهد من، مش في عهد حكومة من، لا في عهد من من الحكام، ناخد بالنا قوي من اللفظ التاريخي لانه ممكن يختل معانا ويخلي الاجابة غلط. في عهد من؟ في عهد الملك احمد فؤاد الاول. طيب هنا دكتورة هو مش جايبها صراحة في الكتاب، انا استنتجها من خلال اني بعد صدور تصريح 28 فبراير تغير لقب السلطان فؤاد الى الملك فؤاد. صحيح. اعرف ان الملك فؤاد كان موجود هنا. صحيح. وفي الدستور 1930 هو بيأكد على المعلومة، يقول لنا ان الملك فؤاد لغى دستور 30 ورجع دستور 23. يعني عرفت هنا ان الملك فؤاد موجود في دستور 23 وعرفت ان الملك فؤاد موجود في دستور 30، ودي حته برضو غير مباشره، دي حقيقه. فلما يكون عندنا بس دقه شويه جدا واحنا بنختار او بنحدد اجابتنا لازم نبقى عارفين هو مين الوزير اللي دعا لتشكيل لجنه ثلاثيه، يعني من 30 عضو، يبقى ده عبد الخالق ثروت باشا. مين اللي دعا لتشكيل لجنة العقد دستور 30؟ يبقى ده اسماعيل باشا صدقي. مين اللي لغى بقى دستور 30؟ خلاص ده الملك، لان هو الملك اللي في ايده السلطة دي، سلطة الغاء الدستور وعقد تشكيل اخر او اعادة العمل بدستور 23، او اعادة العمل بدستور 23. ده بالنسبة للجزئية دي، تمام. برضو يا دكتورة عاوزين نلقي الضوء على محمد فريد شوية، لان يعني بتيجي او في سؤال بيجي يقول لنا ايه، تولى محمد فريد رئاسة الحركة الوطنية والحزب الوطني في ظروف لم تكن مواتية أو ظروف صعبة شوية، دي حقيقة. الخديوي عباس حلمي الثاني كان بيأيد الحركة الوطنية، ولكن أصبح يؤيد سلطات الاحتلال البريطاني. هنا أصبح محمد فريد يجاهد في اتجاهين، الخديوي طارة ضد الخديوي ومرة أخرى ضد الاحتلال، الاحتلال البريطاني. فعشان كده بنقول محمد فريد تولى رئاسة الحزب الوطني في ظروف صعبة جدا. طيب كفاح مصطفى كامل داخليا وخارجيا،
نبدأ بداخليا. داخليا عملنا جريدة اللواء 1900، الحزب الوطني 1907، ودعا لإنشاء الجامعة المصرية 1908 اللي هي جامعة القاهرة حاليا. بالضبط، بالإضافة إلى أنه ندد بحادثة دونشواي سنة 1906، وده كان سبب في عزل اللورد كرومر من منصبه كمعتمد بريطاني. ممكن يعني بص يا دكتورة برضو هنا في سؤال بطريقة غير مباشرة، يقول لنا إيه دلل على صحة العبارة التالية تاريخيا، آمن مصطفى كامل بأن التعليم وسيلة لمحاربة الاستعمار؟ أي صحة العبارة أيوه دي حقيقة، لأنه دعا لإنشاء الجامعة آه المصرية. ناخدها من النقطة دي. لكن ممكن يقلب لنا السؤال ويجي يقول إنه آمن محمد فريد بأهمية التعليم للشعب. أيوه يبقى يبقى هنا مدارس الشعب مدارس الشعب دي نقطة، الليلية مجانية التعليم دي نقطة تانية في المرحلة الابتدائية. بالظبط. طيب برضو استعراضا لثورة 1919 عندنا سؤال مهم جدا، بما تفسر إرسال إنجلترا لجنة ميلنر إلى مصر لتهدئة الأوضاع المصرية والاتفاق والتواصل وإقناع الشعب المصري بالحماية؟ بضرورة الحماية البريطانية. تمام. طيب هنا لو قال لنا في سؤال برضو شفته في امتحان من امتحانات، لو كنت مستشارا لسعد زغلول ماذا تقول له؟ يمكن السؤال ده استعرضناه الحلقة اللي فاتت بس برضو هنكرره مرة تانية، هتقول لسعد زغلول هل أنت موافق إن هو يقدم استقالته ولا ترفض تقديم استقالته؟ انا لو إلاريا وهجاوب السؤال ده فانا برفض استقاله سعد زغلول، لانها مش استقاله، لانه وجوده في المنصب ده مش بناء على رغبته هو الشخصيه، دي بناء على رغبه الشعب خاصة ان المصري الانتخابات برلمانية. اللي انتخبه في اول انتخابات برلمانيه، فكان عليه مواجهه الاحتلال البريطاني بسبل عده. طيب انا مش معاه تماما انه يستقيل. تمام. لو قلنا برضو ما رأيك في موقف الحكومة المصرية إزاء طلب بريطانيا اعلان الحرب على المحور؟ هي رفضت الحكومه المصريه طلب بريطانيا بانضمام مصر. راينا ايه راينا ايه راينا طبعا ان مصر فعلا، دي حقيقه، ان انا برفض دخول مصر كحليف لبريطانيا في اثناء الحرب العالميه الثانيه تجنبا لويلات الحروب. يبقى كان قرارا صائبا من الحكومه المصريه لتفادي مصر ويلات الحروب. طيب معاهدة 36 من النقاط المهمة جدا في المنهج، عاوزين نلقي عليها الضوء شوية برضو يا دكتورة. احنا عندنا معاهدة 36 دي من النقط المهمة جدا اللي عندنا في المنهج. المعاهدة دي سميت بمعاهدة الصداقة والتحالف. حولت العلاقة بين مصر وبريطانيا من علاقة احتلال إلى علاقة تحالف، إلى علاقة صداقة وتحالف. طب مين اللي عمل معاهدة 36؟ اللي عملها مصطفى باشا النحاس، يعني واللي ألغاها مصطفى النحاس. بالظبط، اللي وقع المعاهدة مصطفى باشا النحاس، واللي لغاها أيضا مصطفى باشا النحاس. طب اتعملت امتى 36؟ اتلغت امتى؟ في قرارات اكتوبر 51. 51 بس في المرة الأولى يا دكتورة مصطفى النحاس كان ممثلا عن الشعب، كان رئيسا لحزب الوفد ولم يكن رئيسا للوزراء. دي حقيقة. في المرة الثانية مصطفى النحاس كان رئيسا للوزراء بعد تشكيل الوزارة للمرة الثانية. دي حقيقة. معاهدة 36 أنهت الاحتلال البريطاني وبركزت القوات البريطانية في منطقة قناة السويس. من مميزات أيضا معاهدة 36 إن ألغت الامتيازات الأجنبية في مؤتمر مونترو عام 1937، ساعدت مصر في دخول عصبة الأمم كدولة حرة مستقلة ذات سيادة. دي من الحاجات الكويسة لمعاهدة 36، يعني مميزات، لأنه ممكن يجي يقول لنا وجه نقدا لمعاهدة 36، يبقى أنا بقول المميزات والعيوب. طب دي المميزات، أنهت احتلال مصر عسكريا، ساعدت مصر في إلغاء الامتيازات الأجنبية، دخلت مصر عصبة الأمم. طب الحاجات اللي احنا بنقول عليها عيوب 36 أو مساوئ 36، من ضمن عيوب 36 إنها جعلت مصر ميدان للحرب العالمية الثانية، لأن بريطانيا استغلت مواني مصر ومطاراتها وطرق مواصلاتها في حالة الحرب. مصر تكلفت مبالغ ضخمة من أجل بناء سكنات عسكرية للقوات البريطانية في مصر، دي من النقطة الصعبة جدا في المعاهدة. عندما رأت مصر عرض قضيتها على مجلس الأمن، قضية وحدة وادي النيل، رفض مجلس الأمن البت في هذه القضية وتركها معلقة. هنا لجأ مصطفى باشا النحاس إلى إلغاء معاهدة 36 وإطلاق الحرية للشعب المصري في منطقة قناة السويس. طيب المذكرة المشتركة الأولى والمذكرة المشتركة الثانية أسبابها ونتائجها وما تنص عليه المذكرتين؟ طيب خلينا نفتكر كده المذكرة المشتركة الأولى. ناخد ورقة جديدة دكتورة ولا الورق؟ احنا هنحتاج ورق. ماشي. المذكرة المشتركة الأولى، احنا مش هنحاول نقتصد شوية في الورق. دي كانت يوم 7 يناير
1882. المذكرة دي جت علشان أول حاجة تأيد الاحتلال قوات أو تأيد سلطة الخديوي ضد الحركة الوطنية، وتسانده يعني بدأت تأيد وتساند. المذكرة المشتركة الأولى دي طالبت بحل البرلمان، يبقى ناخد بالنا قوي ان المذكره المشتركه الاولى طالبت بحل البرلمان اللي هو البرلمان اللي كان فيه مشكله بينه وبين شريف باشا. يبقى هنا دكتوره هذه المذكره المشتركه الاولى وجهت من انجلترا وفرنسا. بالظبط، عشان كده بنسميها مذكره مشتركه. يبقى اللي كتب المذكره دي انجلترا وفرنسا اشتركت في كتابه هذه المذكره المشتركه الاولى. دي حقيقه. تاريخها 7 يناير 1882. تمام. وجهت للخديوي ليه؟ الخديوي علشان واحد تأييد للخديوي ضد مين بقى؟ ضد الحركة الوطنية. مهمة جدا النقطة دي دكتورة. أيوة، ضد الحركة الوطنية. ناخد بالنا قوي مطالبهم ايه بقى؟ مطالبهم حل البرلمان، مش البرلمان اللي كان عامل لهم مشكلة، حل مجلس النواب اللي هو المجلس البرلمان. النواب. تمام. بالزبط. دي مذكرة مشتركة الأولى. نتائجها شريف باشا قدم استقالته. تقديم الشريف باشا الاستقالة. تقديم طيب. شريف باشا الاستقالة. يبقى هنا يا أولاد المذكرة المشتركة الأولى، المذكرة المشتركة الأولى 7 يناير 1882 وجهتها انجلترا وفرنسا إلى الخديوي توفيق، طالبت فيها حل مجلس النواب، أرسلتها انجلترا وفرنسا لتأييد الخديوي ضد الحركة الوطنية. أهم نتائجها احتدام الخلاف بين مجلس النواب وبين الخديوي مما أدى إلى استقالة محمد شريف باشا. المذكرة المشتركة الثانية دكتورة 25 مايو عام 1882. طيب 25. هنا هنا يا اولاد عاوزين نشوف المذكره المشتركه الثانيه تاريخها 25 مايو 1882. هنشوف مع الدكتوره ليلى دلوقتي اسباب ارسال انجلترا وفرنسا هذه المذكره. في الوقت ده احنا قلنا ان المذكره المشتركه الثانيه كانت تأييد للخديوي بس ضد العسكريين. يبقى ناخد بالنا قوي ان هي كانت لتأييد الخديوي ضد العسكريين. ضد العسكريين، ونقصد هنا العسكريين احمد عرابي وزمايله. بالظبط. انما الاولى ضد الحركه الوطنيه. بالظبط، دي ضد العسكريين. طيب النتيجه بتاعتها لا، طلبت هي بايه؟ بتقول ايه؟ طلبت بايه بقى؟ واحد، اقاله محمود سامي الباروتي، مش عايزين. تمام. ابعاد عرابي، ابعاد عرابي خارج مصر. مصر بمعنى نفي عرابي يعني. بالظبط، او نفي يعني لو جت لنا حتى نفي هي نفس المصطلح بتاع ابعاد. ترتب عليها استقاله وزاره البارودي. بالظبط، كلاهما بقى سواء مذكره مشتركه اولى او مذكره مشتركه ثانيه الوزاره القائمه قدمت استقالتها، سواء محمود سامي البارودي في المذكره المشتركه الثانيه او شريف باشا في المذكره المشتركه الاولى. يعني ممكن يجي لنا السؤال بشكل غير مباشر يقول لنا اية صحه العباره؟ اثرت المذكرة المشتركة الأولى أو المذكرة المشتركة الثانية، ممكن تيجي لنا في سؤال منفصلين، على الحياة السياسية في مصر. يبقى برضه هنا في علاقة بين المذكرة المشتركة الأولى والحياة السياسية. استقالة الوزارتين. بالظبط. طيب هنا برضه دكتورة سؤال، ما العلاقة؟ طالما حضرتك أثرت النقطة دي، عندنا ما العلاقة بين الحملة الفرنسية، ما العلاقة بين الحملة الفرنسية وتاريخ مصر القديم؟ سؤال سهل بس عاوزين نعرف يتحل إزاي سؤال ما العلاقة؟ ما العلاقة بين الحملة الفرنسية، الحملة الفرنسية، ما حدش يكتب زي كده في الامتحان، الحملة الفرنسية وتاريخ مصر القديم. وتاريخ مصر القديم، ما حدش يكتب زي كده اف خالص، نكتب كده عشان نقتصد في الوقت. الحملة الفرنسية وتاريخ مصر القديم، الحملة الفرنسية اكتشف علماء الحملة الفرنسية حجر رشيد فك رموز وشامبليون الذي عرف الحضارة المصرية القديمة أو فك رموز الحضارة المصرية القديمة. يبقى هنا العلاقة بين الحملة الفرنسية هو في اكتشاف حجر رشيد الذي فك رموز الحضارة المصرية القديمة. ما العلاقة بين محمد سعيد باشا والاستدانة؟ محمد سعيد باشا والاستدانة. والاستدانة ايه العلاقة بينهم؟ اول قرض اتعمل سنة 1862 كان في عهد محمد سعيد باشا من البنوك الانجليزية اللي هي البنوك البريطانية. ناخد بالنا قوي من النقطه دي، محمد سعيد هو صاحب اول قرض من البنوك البريطانيه عام 1862. العلاقه بين التقدم الحضاري والعسكري لاوروبا والمواجهه بين العثمانيين والمماليك. سؤال حلو قوي. العلاقه بين التقدم الحضاري والعسكري لدول اوروبا والمواجهه والصدام العسكري او الصدام العسكري بين الصفويين او بين العثمانيين وكل من الصفويين والمماليك.
حقيقي كان نقطة مهمة جدا وجوهرية في الصراع في أوائل القرن السادس عشر هو تقدم بريطانيا، تقدم أوروبا عسكريا وحضاريا، فتخوف السلطان سليم الأول من الصدام بالغرب لأن وجوده في أوروبا كان محفوفا بالمخاطر، فاتجه سليم الأول بجيوشه نحو الشرق في أوائل القرن السادس عشر. تمام. فهنا تقدم أوروبا عسكريا وحضاريا أثر على الشرق لأنه اتجه سليم الأول بجيوشه نحو إلى الشرق. الدولة الصفوية. تمام. هنا دكتورة برضو عايزين نشوف الجزء الخاص بمحمد علي، جزء مهم جدا لا يخلو منه أي امتحان. محمد علي، لو قلنا يا دكتورة، لو قلنا تنكر محمد علي للزعامة الشعبية، صحيح، دلل على صحة هذه العبارة. نفي سيد عمر مكرم إلى دمياط وقبلها عزله من نقابة الأشراف. طيب، حاولت إنجلترا العديد من المرات التخلص من محمد علي. 1806 محاولة إبعاد محمد محمد علي خارج مصر بإصدار السلطان العثماني فرمان بتعيينه واليا على ولاية سالونيك. 2 حملة فريزر عام 1807 التي جاءت لاحتلال مصر وتعيين محمد بيك الألفي وخلع محمد علي. دول النقطتين اللي حاولت بيهم بريطانيا تخلع محمد علي من حكم مصر. تمام. نظام الانتفاع ونظام الاحتكار. الانتفاع والاحتكار، عاوزين نعرف الفرق بينهم يا دكتوره. حق الانتفاع هو ان الفلاح بينتفع بالارض الزراعيه مقابل دفع او سداد ما عليها من ضرائب، ولا يستطيع توريث الارض لاولاده اطلاقا. اما نظام الاحتكار فهو نظام وضع مع بدايه القرن التاسع عشر على ان تكون الحكومه المصريه ممثله في محمد علي هي من تحدد نوعيه البذور، الالات، اسمان المحاصيل واسمان شرائها سواء في الزراعه صناعه تجاره. كان لمحمد سعيد باشا فضل على الفلاح المصري. اصدار اللائحه الاساسيه، اصدار اللي بنقول عليها اللائحه السعيديه في اغسطس عام 1858 التي بموجب هذه اللائحه السعيديه اصبح الفلاح المصري مالكا للارض الزراعيه. تمام. سؤال مهم جدا ودايما بيتردد في امتحانات الشهاده الاعداديه اللي هو بيتكلم عن اقصاء الخديوي اسماعيل للوزيرين الفرنسي والانجليزي في وزاره نوبار. نتج عنها عزل اسماعيل من مصر وتعيين ابنه الخديوي توفيق. نفس الكلام لو قال لنا اصدار اسماعيل مرسوم ابريل 1879 بتسويه الديون طبقا لما تراه اللائحه الوطنيه. صحيح، دي برضو عزل ايه؟ عزل الوزارتين الوزراء الاجانب وعوده المراقبه الثنائيه وبرضو بالتالي عزل الخديوي اسماعيل. طيب برضو يا دكتوره نستعرض برضو الجزئيه دي برضو عشان بعض الطلاب بيقفوا عندها اللي هي خاصة بالجزء الأخير أو الوحدة الرابعة. تمام؟ لو اتكلمنا عن المناطق التي نفي إليها سعد زغلول علشان نفرق، عندنا أربع أماكن للنفي. عندنا دمياط، عندنا سيلان، عندنا مالطا، عندنا سيشل. ما نفي نكتبهم يا دكتورة بعد إذنك. عندنا دمياط الأول. دمياط؟ دي داخل مصر. بالظبط، بس هي تعتبر إبعاد نفي. نفي لها مين بقى؟ ايوه، نفي لها السيد عمر مكرم عام 1809. تمام. دي بالنسبه سيلان. سيلان نفي فيها احمد عرابي وزملائه عام 1882 بعد فشل الثوره العرابيه. بعد كده عندنا مالطا 1919 8 مارس 1919 واتنفى ليها سعد زغلول. سيشل بقى اخر حاجه، سيشل برضو كانت عام 1921 واتنفى ليها سعد زغلول باشا زغلول. دول اربع مناطق عندنا نفي اليهم زعماء مصر. بالظبط. نقطه مهمه جدا لانها ممكن تجينا بشكل غير مباشر. ايه العلاقه بين سيلان وسيشل؟ والاثنين ما لهمش علاقه ببعض خالص. بس الاثنين نفي ليهم زعماء مصريين، سواء احمد عرابي بعد فشل الثوره العرابيه او سعد زغلول بعد اندلاع الثوره مره اخرى في 1921. رغم هزيمه عرابي وزملائه في التل الكبير الا ان ميدان المعركه شهد بطولات يا دكتوره. صحيح، الضابط محمد عبيد الذي ابلى بلاء حسنا في معركه التل الكبير. ما رايك، سؤال مهم جدا برضو، ما رايك فيما قام به السلطان العثماني من اصدار منشور اعلان عصيان عرابي؟ ادى كان منشورا. تمام، انا عاوز رايك. كان منشورا غير في غير موضعه. ليه في غير موضعه؟ لانه ادى الى ضعف الروح المعنويه للجيش المصري. تمام. يبقى كان انذارا في غير موضعه.
ادى الى اضعاف الروح المعنويه ومن ثم احتلال بريطانيا الى مصر. ما رايك في مذبحه القلعه او مذبحه يافا التي قام بها نابليون؟ الاثنين وصمه عار في جبين كل من نابليون بونابرت وتاريخه العسكري، والتاني وصمه عار في جبين محمد علي وتاريخه المشرف النصف الاول من القرن التاسع عشر، لان كلاهما يعد خيانه للشعب سواء المماليك او لشعب يافا. طيب حضرتك، بعض الطلاب تواصلوا معانا على الصفحه وفي مجموعه من الاسئله مع حضرتك لبعض الطلاب، عاوزين نشوفهم كده، نشوف عشان برضو ايه هم في انتظار. من ضمن الحاجات اللطيفه قوي اللي جات لنا على الصفحه، احنا اولا فتحنا باب النقاش على بوست كده للحلقه النهارده، وقلنا ان الولاد اللي عندهم اي اسئله يبداوا يحطوها. فمن ضمن الاسئله في بنت خيري، في هند خيري، قالت هل المواقع الفلكيه بتاعه القرارات ممكن تيجي في الامتحان؟ احنا ردينا النهارده يا هند اهو، قلنا انه في اسئله ممكن تيجي بشكل غير مباشر. في سؤال تاني من سما بتقول تتركز السكان في الولايات الوسطى بالولايات المتحده الامريكيه لان دي منطقه موارد اقتصاديه ضخمه. وهنا دكتور بنفرق بينها وبين الساحل الشمالي الشرقي الامريكي، لان برضو الساحل الشمالي الشرقي منطقه موارد اقتصاديه ضخمه ومدن كبرى زي نيويورك. دي حقيقه. بس هنا السؤال كان في الولايات الوسطى. الولايات الوسطى يبقى موارد اقتصاديه ضخمه. الولايات الوسطى ولا البحيرات العظمى؟ لا الولايات الوسطى. ضمن الجزء اللي هو بتاع يبقى هنا برضه زراعه. بالظبط، سهول زراعيه. السؤال اللي بعد كده جاي لنا من انجي، كيف كانت الحمله الفرنسيه بدايه ونهايه الدوله العثمانيه؟ بصي يا انجي، انا مش شايفه ان هي سؤال صح وفي موضوعه، لان هي ما كانتش بدايه للدوله العثمانيه. يعني الحمله الفرنسيه مش بدايه خالص للدوله العثمانيه ولا كانت نهايه، هي النهايه بعد كده في الدوله العثمانيه كانت للحرب العالميه الأولى. فانا شايفه ان السؤال مش في حاجه مش صح. في سؤال من احمد عطا بيقول ما هو رايك في دور نابليون بونابرت على حماية يافا؟ احنا لسه قايلين وصمه عار في تاريخ وجبين نابليون بونابرت العسكري، حيث وتحكي بقى بعد ان امن حماية يافا على اموالهم وارواحهم ونسائهم قام باعدامها. السؤال اللي بعد كده جاي من سمسمه خالد. سمسمه بقى عندها اسئله كتير جدا، بتقول اصبحت مصر دوله مستقله ذات سياده عام 22 36 52، احنا اتفقنا 22، تقصر الجزر القريبه من السواحل في قارتي، احنا اتفقنا اسيا واوروبا، الجزر القريبه دي موجوده في القارتين دول، قارن بين شمال غرب افريقيا وجنوب شرق استراليا من حيث تركز السكان، شمال غرب افريقيا بتركز السكان على السواحل الشماليه الغربيه، اما جنوب شرق استراليا فبتركز السكان حوالين جنوب شرق استراليا، وموسم سقوط المطر في شمال افريقيا شتوي وجنوب شرق استراليا صيفي وطوال العام. ماذا يحدث اذا اصرت انجلترا على عدم سفر الوفد المصري لمؤتمر الصلح؟ كانت استمرت الشعب المصري في ثوراته. دل على انشاء اسماعيل المحاكم المختلطه، هو انشا اسماعيل المحاكم المختلطه لحد من مساوئ المحاكم القنصليه. دلل على ارسال بريطانيا وفرنسا المذكره المشتركه الاولى، هي استقاله شريف باشا. بيقول في سؤال حلو قوي استاذ محمود، بيقول لك اذا كنت مسؤولا في فتره حكم اسماعيل بماذا تنصحه لاداره الازمه الماليه في ذلك التوقيت؟ طبعا سؤال مهم جدا، ايه الدروس المستفاده اللي انا بستفيدها كمان من عصر اسماعيل؟ انه فتح اسماعيل باب الاستدانة على مصراعيه، فكان طبعا النتيجه هو فقدت مصر استقلالها المالي والسياسي. فطبعا بنصحه ب الحد من نفقاته الشخصية واحتفالاته حتى لا تتكلف الحكومة المصرية ميزانية ضخمة من أجل توفير هذه النفقات. في طالبة دكتورة اللي أنا اديتك اسمها أول حلقة، سالي سامح أحمد حسان من سوهاج، تواصلت معانا على الصفحة وكان في سؤال جميل جدا سألته وإحنا جاوبنا، بس إحنا هنسأل السؤال ده وحضرتك هتجاوبيه لكل الطلاب. ما العلاقة بين الحملة الفرنسية والاحتلال البريطاني عام 1882؟ الحملة الفرنسية أثرت في أن تتفتح عيون العالم على أهمية أنظار موقع مصر الجغرافي، وخاصة بريطانيا التي جاءت بحملة إنجليزية في 1807 دي نمرة واحد، 1882 ونجحت في احتلال مصر. يبقى لفتت أنظار الحملة الفرنسية العالم كله وخاصة بريطانيا لأهمية موقع مصر الاستراتيجي. اعتقد كده وصلت لسالي المعلومه. وبرضه دكتوره كان بتسالني عن توزيع السلالات البشريه الداخليه، يعني مثلا مكتوب عندنا في السلاله الزنجيه اقسامها خمس اقسام، بس مش مكتوب مثلا الاقزام موجودين فين والاسكيمو موجودين فين في السلاله المغوليه. فاحنا قلنا الكلام ده اول حلقه بس هنعيده تاني دلوقتي، ونقول ان في جزء السلاله النقيه موجود توزيع السلالات حرفيا، يعني مكتوب مثلا في السلالة الزنجية توجد سلالة قصيرة القامة تعيش في حوض الكونغو، دي المقصود بها الأقزام.
كمان مكتوب الاسكيمو في شمال كندا والاسكا، دي موجود بيها ايه مقصود بيها السلاله المغوليه. عندنا الدكتوره برضو من طالب بيتابعنا دايما وبصراحه تواصل معايا، اللي هو طالب اواب. اه يمكن انا مديكي اسمه اول الحلقه. دي حقيقة. تمام، فهو عاوز شكر من حضرتك. اواب احنا ميرسي جدا لان انت بتابعنا بشكل مستمر وبشكل دوري، واحنا برضو لسه معاك لحد ليله الامتحان، لو في اي مشكله ابعتها لنا بشكل مباشر على الصفحه واتصل بينا في اي وقت، ومتاحين احنا ليك لحد ما تخش الامتحان الساعه 9 الصبح يوم 18 ان شاء الله لو انت من محافظه القاهره. اه هو من القاهره دكتوره، وهو اسمه اواب احمد عبد العزيز. اواب هم متابعين دكتوره الجيدين للبرنامج ودايما بيتابعنا. احنا بنشكرك شكرا جزيلا جدا يا اواب على متابعتك الجيده لينا. تمام. في اسئله ثانيه من حضرتك دكتور؟ في سؤال، ما رايك في تدخل بريطانيا لاسقاط الوزارات المصريه؟ يعد تدخل بريطانيا تدخل شديد في الشان المصري ويؤكد على زيف معاهده 36. في سؤال كمان بيقول، صوب خطا وصحتنا مع ذكر السبب ادت سياسه الاحتلال البريطاني الاقتصاديه في مصر لظهور طبقه ملاك الاراضي الزراعيه. مش عندنا الجزء ده خاص بينا السنه دي، مش عندنا الجزئيه دي، بس هي بس عندنا الاعيان. الاعيان بس ما قالش ملاك الاراضي. لا ما عندناش اللفظ بتاع ملاك الاراضي. تمام. هو سؤال قديم من سنين فاتت فهو مش هيجي لنا بالشكل ده. السؤال بيقول، صح ولا غلط كانت شروط عقد الامتياز الاول مكحفه للمصريين؟ لا هو مش الامتياز الاول، هو الامتياز الثاني. عشان ممكن يا دكتور، عشان مده الامتياز 99 سنه، عشان تنازل الحكومه المصريه مجانا عن الارض، وكمان صحيح. حصول الحكومه المصريه على ايه 15% فقط من ارباح الشركه. دي حقيقة. الامتياز الاول كان بس 99 سنه، لكن الباقي كله بقى عندنا في التاني. بما تفسر انهاء الحمله الفرنسيه العزله التي فرضتها على مصر، لان الحمله الفرنسيه وضحت لمصر دواوين اللي كانت موجوده وتدرب عليها كتير من الاعيان وكتير من رجال الازهر الشريفه، بالتالي احنا شالت العزله اللي كانت موجوده. في سؤال دكتوره بقى عاوز اساله حضرتك، عندنا العزله بمناسبه العزله التي فرضها العثمانيين على مصر، السؤال ده بيجي اكتر من طريقه. لو قال لنا بما تفسر ساد الجهل والتخلف في مصر اثناء الحكم العثماني، او اتسمت الفتره التي حكم فيها العثمانيين مصر بالجمود والتخلف، ده لو قال لنا بما تفسر. وممكن يقول لنا دلل اتسمت فتره الحكم العثماني بالجمود والتخلف. السؤال ده يا دكتوره اجابته مختلفه عن السؤال ده. احنا اتفقنا انه بما تفسر غير ايد خالص، يعني بما تفسر انا بساله هو ليه حصل كده. لكن لما يجي يقول لي ايد هقول له بقى ايه الاثر او ايه النتيجه اللي كانت موجوده. تمام. في هذا الوقت. فلما يجي يقول لي بما تفسر اتسمى بالحكم العثماني والجمود لان الدوله العثمانيه عزلت مصر عن العالم. ده السبب. لكن التأييد انه اهميه العلوم العقليه اهتزت مكانه الازهر الشريف بشر الجهل والخرافات والشعوذه، ده التأييد بقى، ده اللي احنا بنقول ده نتيجه حكمهم، ادي 1 2 3 4 حصل. طب لو جاب لنا ما النتائج المترتبه على العزله التي فرضتها؟ هنا برضو نفس النتيجه. أيوة. بتاعت ايد، يعني هنقول انتشر الجهل والشعوذه والدجل واهتزت مكانه الازهر الشريف، نفس القصه. طيب عاوزين مع حضرتك برضو نكمل اسئله لو في ثاني. لا احنا معانا اسئله كتير جدا. من ضمن الحاجات اللي الولاد بتقول، صوب خطا ولا صح؟ اهتم محمد علي بترجمه كتب العلوم المختلفة، يعني نقول صح او خطأ؟ هو العبارة صحيحة، وعشان كده محمد علي انشأ مطابع الاميرية لطباعة الكتب المترجمة. في سؤال من حنان بدار بتقول، هي التواريخ هتيجي في الامتحان وممكن تقولي لي طريقة اذاكر بيها عشان كل ما اذاكر انسى؟ بالورقة والقلم، ما عنديش طريقة تانية غير ان احنا نذاكر. وخلي بالك يا دكتورة، ممكن التواريخ ما تجيش بطريقة غير مباشرة، تيجي في سؤال الترتيب. دي حقيقة. رتب الاحداث التاريخية الاتية، خاصة ان ممكن يكون جزء في اخر المنهج. تمام، و يعني جزء في اول المنهج بس احنا متكلمين عنه في اخر المنهج. صحيح. اشاره ليه. صحيح، دي حقيقه. وسؤال ترتيب عليه المشكله بيبقى عليه درجتين او يعني عليه كتير، يعني الواد تلاقيه مهم طبعا مقفل وجايب 18. ليه جايب 18؟ عشان في نقطه في الترتيب ضاعت مني. فانا كنت دايما بظلم ولادي واقول لهم واحنا بنحل سؤال الترتيب بنأرخ الحدث، يعني بنقول ان الحدث ده حصل امتى عشان لما اجي ارتب صح، ارتب طبقا للترتيب، وناخد بالنا قوي من راس سؤال الترتيب، هو عايزني اقدم للاحدث او الاحدث الاقدم؟ لان انا في 2012 في القاهره جالنا العكس. يعني رتب احداث تاريخيه من الاحدث الاقدم. فطبعا بالنا من راس السؤال. الولاد عندنا طبعا كانوا متسرعين جدا، سؤال الترتيب وكانت الاحداث سهله. طب تنازليا وتصاعديا يا دكتوره دي ممكن تجيلي برضه؟ تنازليا وتصاعديا، يعني من الاقدم الى الاحدث، تصاعديا من الحديث للقديم. صحيح، عشان نبقى فاهمين. بس هو الاكثر ادراجا يعني، واللي بيجي بشكل كبير اعتقد تنازليا وتصاعديا ممكن تيجي في الجغرافيا في ترتيب القارات. المحيطات. سواء
كده يعني. نسبة السكان وهكذا. في كمان سؤال من حنين أبو القاسم، بما تفسر إلغاء معاهدة 36؟ طبعا احنا اتفقنا بسبب تعليق قضية مصر وحدة وادي النيل. ما رأيك في تدخل بريطانيا؟ احنا لسه قلناه، قلنا السؤال ده. في أستاذ أحمد شعيب يقول كل سنة وأنتم طيبين، وعايزين نصايح عامة والتركيز، وعلشان ونخلي ولادنا يذاكروا كويس، لانه دايما الدراسات بتكون اخر يوم فبيهملوها. في معظم المحافظات فعلا الدراسات بتبقى اخر يوم. احنا اول يوم يا استاذ احمد زي اخر يوم بالنسبه لنا. احنا بنذاكر من اول يوم لاخر يوم، ولاد مدرسه على هوا، ولاد متميزين جدا، مش بنقول ان احنا خلصنا غير بعد ما بنخلص الماده وبنخرج من لجنه الامتحان. فالنصايح اللي احنا قلناها اول الحلقه النهارده، المذاكره بالورقه والقلم، الكتابه كتير، حل كتير من الامتحانات، ده هيسهل بنسبه كبيره جدا لاولادنا. سؤال بيقول ماذا يحدث اذا مريم محمود، ماذا يحدث اذا تغير المناخ في المناطق الشماليه من قاره اوروبا الى المناخ المعتدل؟ طبعا حلو قوي السؤال ده يا دكتوره، جدا سؤال استنتاجي دي حقيقه. طبعا لو تغير المناخ من مناخ قاري، من مناخ مناطق بارده طبعا لمناطق معتدله، هيزيد عدد السكان في قاره اوروبا بشكل اكبر، يبقى هياثر على السكان اول حاجه. صحيح، ارتفاع الكثافه السكانيه في شمال اوروبا دي حقيقه، ومش بعيد الاقي المنطقه بتاعه السهل الاوروبي العظيم دي مناطق زراعيه. لانه انا عندي منطقه خصبه وفيها انهار، طب ما هي الانهار دي متجمده في فصل الشتاء، فبالتالي انا مش عارف استفيد منها. طب الانهار دي لو تحولت الى انهار في شمال اوروبا معتدله، يبقى هتسود الزراعه في المنطقه دي، بالاضافه الى ظهور نباتات المناطق المعتدله. صحيح دي حقيقه. السؤال ده فكرني يا استاذ محمود بسؤال كده كان دايما ولادنا يسالوه، ماذا يحدث اذا مر دائره الاستواء في اوروبا، في وسط قاره اوروبا؟ ده هيتغير حاجات كتير جدا. اولا القاره دي هتبقى قاره غير ماهوله بالسكان، لانها انا عندي اوروبا في 35 دايره عرض، 35 دايره عرض منهم 20 خلاص ما فيهمش سكان، لان منطقه استوائيه غابات استوائيه، فبالتالي المنطقه الماهوله بالسكان في اوروبا هتبقى 15 دايره عرض في الجنوب وفي الشمال، يبقى فيها سكان نادرين، ندره سكان بالظبط، هتتخلف قاره اوروبا لانه انا ما عنديش سكان عايشين فيها، ما عنديش مساحه، هتسود الغابات الاستوائيه، هتسود الاقليم الاستوائي، هتسود انتشار الامراض والاوبئه في المنطقه الاستوائيه، فبالتالي اوروبا هتتحول من حلم لكثير من السكان في اسيا بهجرات غير شرعيه لمنطقه غير ماهوله بالسكان، فبالتالي هتتغير حال اوروبا كتير يعني. تمام، ده بالنسبه للسؤال ده. اسباب معركه الريدانيه، استيلاء سليم الاول، في بنت بتسال حنين ابو القاسم برضو بتقول ايه اسباب معركه الريدانيه؟ هو احتلال سليم الاول لمصر. هو يقصد يا دكتوره ممكن الاسباب التي ادت الى اتجاه سليم الاول لمصر والشام، ممكن في الحاله هي كانت. طب هنا يا دكتوره استيلاء سليم الاول على اماره ذي القادر المملوكيه، دي بدايه ترتب عليها ايه؟ انه تاكد المماليك باتجاه سليم الاول الى الشام، فبالتالي تاكد معركه مرج دابق. في سؤال حلو قوي بيقول بدا نابليون بونابرت فرض الضرائب على المصريين بعد ثوره القاهره الاولى، ولا معركه ابي قير البحريه، ولا معركه امبابه، ولا ابي قير البريه؟ البحريه طبعا اكيد، طبعا البحريه، ومحدش يقول بعد ثوره القاهره الاولى، لان هي الثوره قامت اصلا عشان فرض الضرائب الباهظه. طب ما رايك في موقف كليبر يا دكتوره؟ ما رايك في موقف كليبر من فكرته او تأييده لفكره الخروج من مصر؟ كان موقفا حكيما، لانه ادرك استحاله بقاء الحمله الفرنسيه في مصر نظرا لتناقص اعداد الجنود، تجدد ثورات المصريين، عوده المماليك للمقاومه، كل دي كانت اسباب بتقول كليبر خلاص حان وقت الرحيل، فكان حكيما جدا في هذا القرار. وكان في وجهه نظري لو نجحت اتفاقيه العريش 1800 لكن حصل جلاء للقوات الفرنسيه على مصر في 1800. لو جاب لنا دكتور نتائج الحمله الفرنسيه مثلا، لو قال لنا ما نتائج الحمله الفرنسيه من حيث نظم الحكم والاداره؟ تدرب انشا نابليون بونابرت العديد من الدواوين لتدريب المصريين على نظام الشورى. لو قال لنا مثلا في المجال الصحي، هنذكر المحاجر الصحيه اللي انشاها مينو او اللي فكر فيها مينو، مشروع مينو العظيم بالظبط. ده بالنسبة للسؤال ده. تمام، عندك أسئلة تانية دكتورة؟ في أسئلة تانية. ما النتائج المترتبة على مؤتمر الأستانة؟ مؤتمر الأستانة هنا بقى ده هنسيب الأسئلة وحضرتك توضح لنا بقى يا دكتورة. عندنا معاهدة العريش، عندنا معاهدة لندن، عندنا مؤتمر الأستانة، عندنا مؤتمر مونترو، مهمين جدا بالنسبة لنا يا دكتورة. طيب خلينا نبدأ بمعاهدة العريش. الورق عايز يتظبط. معاهدة العريش كانت في يناير عام 1800. ايوه، بين مين ومين؟ بين
الكليبر والعثمانيين. والعثمانيين ناخد بالنا ان هي كليبر والعثمانيين مش كليبر وانجلترا. طبعا نصت على ايه المعاهده دي؟ على جلاء القوات الفرنسيه على متن ونفقه الدوله العثمانيه. غير قبل دكتوره لو في قلم مع حضرتك تاني اهو. على متن ونفقه الدوله العثمانيه. طيب ايه اللي حصل؟ انجلترا تدخلت ورفضت خروج الفرنسيين من مصر. ايوه الا كأسرى حرب. مما ادى الى فشل ايه؟ اتفاقيه العريش. بالظبط. فدي كانت بالنسبه لمعاهده العريش. طيب يجي سؤال يقول لك ماذا يحدث لو لم تتدخل بريطانيا؟ لجالت الحمله الفرنسيه عن مصر فيها 1800 على نفقه الحكومه التركيه. بالظبط دي حقيقه. طيب معاهده لندن. معاهده لندن 1840 او تسويه لندن 1840 عقدتها الدول الاوروبيه خوفا على التوازن مع السلطان الدولي. طبعا مع السلطان وفرضت شروطها على محمد علي التي نصت على ان يحكم محمد علي ولايه مصر فقط، عوده السودان وشبه الجزيره العربيه للسلطان. وشام للسلطان العثماني، خضوع محمد علي للسلطان، اعلان ولائه للسلطان العثماني. صحيح ماشي. مؤتمر اسيتانا. مؤتمر الاستانا، وممكن نربط مؤتمر الاستانا ومعاهده لندن باستقلال مصر. مؤتمر الاستانا عقدت دعت ليه دول اوروبيه كلها لحل المساله المصريه، واتقابلوا ونصت على عدم التدخل في المساله المصريه. والمسؤول المقصود بالمساله المصريه يا دكتوره هنا حوادث اسكندريه. صحيح. في الفتره دي وقعت كل الدول الاوروبيه على عدم التدخل في المساله المصريه الا قنصل بريطانيا اضاف عباره الا في حاله الضروره القصوى. قصوى. وكان السبب في احتلال مصر لمده 74 عام. مؤتمر مونترو 1937. هذا المؤتمر الذي بموجبه تم الغاء الامتيازات الاجنبيه في مصر. تمام. حضرتك يا دكتوره توعدينا انك تبقى معانا على الصفحه بتاعتنا على مدرسه على الهواء ابتدائي واعدادي علشان برضو نتابع الاسئله بتاعه الطلاب ونجاوب عليها اول باول ان شاء الله. والولادنا اللي عندهم اي سؤال في اي جزئيه احنا معاكم ليله الامتحان ان شاء الله، هنراجع برضو المنهج كله بشكل سريع جدا، وهيبقى معانا اسئله كتير، وهيبقى معانا حاجات فيها مهارات تفكير عليا علشان نفكر فيها مع بعض. يعني اتمنى ان انا اكون جمعت لكم ما رايك بشكل كبير جدا. زي ما احنا كنا شغالين النهارده حاولنا نعمل، يعني استاذ محمود كفى ووفى معانا بشكل كبير جدا. مش عارفه اقول لاولادنا ايه، بس طبعا انا عارفه ان احنا تعبناكم طول السنه وارهقناكم طول السنه واجبات وحل ومذاكره، بس كل ده ان شاء الله عشان نجيب الدرجه النهائيه وتبقى اولاد مدرسه على الهوا كده من الاولاد المتميزين. لا ده احنا بنشكر حضرتك يا دكتوره نيابه عن اولياء الامور وطلاب الشهاده العاديه في كل محافظات مصر وابنائها في الخارج، تعبنا حضرتك كتير السنه دي، وشكرا لحضرتك جزيلا على المراجعه الجميله دي اللي احنا تناولنا فيها ادق جزئيات المنهج. اشكرك يا استاذ محمود. وبشكر طبعا فريق العمل، شكرا ليكم، واشكر كل الطلاب اللي بيتابعونا عبر شاشه مصر التعليميه، واستنونا في مراجعه ليله الامتحان. الى اللقاء.